يا حلو طل يا حلو صبح ما غنى فل يا حلو صبح يا حلو طل صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدي قناة تان في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الورد. صباح الورد عليك يا سامر. صباح الورد عليك يا مها، وصباح الفل على كل الناس الحلوة اللي بتشوفنا النهاردة. يوم جديد وحلقة جديدة هنكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 11، ويا رب فقراتنا النهاردة تعجبكم. هنبدأ حلقتنا بجولة سريعة في أهم الأخبار، هنشوف حالة المرور والطقس، وبعد كده هننتقل لفقرة الصحافة. هيكون في قراءة طبعا في عناوين صحف اليوم مع ضيفنا أستاذ تامر إسماعيل الصحفي باليوم السابع. بعد كده هتكون معانا فقره بمناسبه احتفالات دار الأورمان بيوم اليتيم العربي السنه دي، هتكون ضيفتنا فيها ان شاء الله مهندسه سحر الشربيني المدير التنفيذي لجمعيه الأورمان. بعدها هيكون معادنا مع فقره طبيه عن الاهتمام بصحه الفم والاسنان عند الاطفال، وازاي كل ام تقدر تخلي بالها كويس قوي من اسنان ابنائها، وهتكون ضيفتنا دكتور هند خالد اخصائي طب اسنان الاطفال. هنختم حلقتنا النهارده يا جماعه بموضوع مهم جدا جدا وكبير كده وعميق. هو ايه بقى؟ فقرتنا هتتكلم عن توارد الخواطر وانتقال الافكار من شخص للتاني في نفس اللحظه، هل دي ظاهره علميه ولا لا؟ كل ده هنتكلم فيه بشكل مفصل مع ضيفتنا دكتوره رشا الجندي استاذ علم النفس والخبيره النفسيه. وعايزه بقى اشرح لكم توارد الافكار، يعني كلمه صعبه قوي يا جماعه على الصبح كده، يعني ايه مثلا؟ او الخواطر، يعني انا مثلا بفكر ان انا اكلم مها في وقت معين الاقي مها على طول بتكلمني، او انا بفكر في شخص معين الاقي الشخص ده موجود الاقي الشخص ده موجود او هو بيتصل، او مثلا احنا مع بعض قاعدين في مكان انا بقول نفس الموضوع وهي بتقوله بالظبط، والله اعلم. يعني احنا هنعرف النهارده ايه توارد الخواطر. توارد الخواطر هو تواتر فعلا، مبدئيا هو تواتر. توارد الخواطر او المعروفه بالتليبسي من الحاجات اللي يمكن كان عليها جدل كبير قوي. يعني في ناس تقول لك ده جدل، ده شعوذه، ده كلام فارغ، وفي ناس تقول لك لا هو فعلا حاجه علميه، يعني الموضوع عباره عن الطاقه وانت بتفكر في حد معين. شفافيه متهيألي اكتر، ما اعرفش هي، بس يعني اللي اعرفه انه اي حد يقدر يمرن نفسه على التليبسي او توارد الخواطر، لكن طبعا هي النسبه بتختلف من شخص للتاني. في ناس بيبقى عندها توارد الخواطر بشكل عالي جدا لدرجه انه ممكن يوجه شخص تاني بان هو ده من الحاجات اللي احنا قريناها، بقول لكم ايه يا جماعه، بس ان هو مش مع الراي ده، بيوجه شخص تاني بان هو يؤدي تصرفات معينه لو هو فعلا عنده الموضوع ده قوي جدا ويقدر ان هو يوصل له فكره معينه بمجرد ان هو يفكر فيه. موضوع بقى ان انا ابقى بفكر في حد او يجي على بالي والشخص ده يظهر بشكل او باخر، ان شاء الله حتى يظهر اسمه قدامي، الاقيه بيطلبني على التليفون اشوفه، ده بيبقى اتصال. يعني انا حاسه ان ده بيبقى اتصال بين الشخصين دول بالزبط. انا مش مع الحته، يعني احنا هنعرف ده النهارده يا جماعه في اخر طبعا، بس هي بتحصل على فكره معانا كلنا فعلا، بيجي على بالك حد وتلاقيه فجاه ظهر لك او حد كلمك بالتعليم. يعني انا مع الموضوع ان هو مش ان هو بيجي بعد كده بالوقت، او ان انا اتعلم حاجه معينه فيبقى عندي الموضوع ده، مش عارفه بحسه حاجه لله في لله كده من ربنا. احيانا بتبقى عند ناس كده، واحيانا بيبقى في حد عايز يكتسب المهاره دي فبيتمرن عليها. طبعا هنشوف النهارده الموضوع ده. دكتوره رشا بقى هتقول لنا الموضوع ده علميا ازاي، هل في تمرينات للموضوع ده، خصوصا في كتب كتير في العالم اتكلمت عن الموضوع ده، وانه ليه فعلا اكسرسايز بتتعمل علشان الواحد يقوي عنده موضوع توارد الخواطر او التليبسي. لكن تعالوا بقى نروح لفقراتنا ونبدا كالعاده بمجموعه من الاخبار. والنهارده بتعقد الهيئه الوطنيه للانتخابات برئاسه المستشار لاشين ابراهيم مؤتمر صحفي عالمي الساعه 3 العصر بمقر الهيئه العامه للاستعلامات بمدينه نصر، وده للاعلان عن النتيجه النهائيه للانتخابات الرئاسيه. هيتم خلال المؤتمر الاعلان عن كل التفاصيل المتعلقه بالعملية الانتخابية والنتيجة النهائية بصورة تفصيلية وكل ما تضمناته من إحصائيات وعدد الحضور ونسب مشاركتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح من أصوات. المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها كان أكد أن المدة القانونية المحددة للفصل في الطعون على قرارات اللجان العامة انتهت من غير ما تتلقى الهيئة أي طعون انتخابية من كلا المرشحين أو من له صفة في الانتخابات. إن شاء الله ربنا يوفق الرئيس القادم إن شاء الله. مجلس النواب النهارده هيستأنف جلساته العامه برئاسه الدكتور علي عبد العال، وده بعد ما كان متوقف عده ايام بسبب الانتخابات الرئاسيه 2018 واللي انتهى التصويت فيها يوم الاربعاء اللي فات. هتعلن نتيجتها خلال ساعات، وبعد كده هيرفع المجلس جلساته للاسبوع بعد اللي جاي بسبب اعياد الاقباط. كل سنه وانتم طيبين.
الجلسة النهاردة ممتلئة جدا لما تشهده طبعا من اتخاذ أو أخذ الرأي النهائي على ثلاث مشروعات قوانين، وهما كالتالي: مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأيضا مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وكمان هيحيل الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة العام 2018-2019 مع مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها. لمزيد بقى من التفاصيل والوقوف على أهم تفاصيل هذا الخبر، معنا دلوقتي على الهاتف الأستاذ طلعت خليل، وهو النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. صباح الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم، صباح الخير عليك وعلى مشاهدينا. عايزين نعرف من حضرتك اهم المواضيع اللي هيتم مناقشتها النهارده. زي ما انت ذكرت كده، النهارده هو يعني اخذ الراي النهائي على مشروعات قوانين احنا كنا ناقشناها قبل كده في جلسات عامه. ده بناخد الراي النهائي لانه لازم، دي بيسموها القوانين المكمله للدستور، لازم بتاخد موافقه ثلثين من اعضاء المجلس، يعني دي هناخد عليها الراي النهائي. لكن طبعا اهم شيء طبعا احنا قدام موازنه جديده جايه لنا في البرلمان. الموازنه دي طبعا موازنه بيسموها الموازنه التريليونيه، فيها كم مصروفات كبير، كم الايرادات بنشوف ازاي هنغطيه، العجز بتاع الموازنه طبعا مش عايزينه يتسع. ده كل ده طبعا هيحال للجان المختصه، وعلى راسهم طبعا لجنه الخطه والموازنه هتناقش الموازنه. احنا كمان حاليا بصدد حاليا المجلس حاليا بنناقش ختامي عام 16-17. الموازنه دي معناها ان احنا بنناقش الخطه المستقبليه للي جاي. تمام. الموازنه اللي هتتحال النهارده اللي هي 18-19. 18-19. على الجانب الاخر حاليا احنا بنناقش في لجنه الخطه والموازنه اللي هو بقى الختامي بتاع 16-17 اللي اتصرف بالفعل ايه. تمام. طبعا احنا بيعنينا في هذا الكلام طبعا في ظل النهارده الارتباكات الاقتصاديه اللي موجوده من ناحيه الحمايه الاجتماعيه. حمايه اجتماعيه بمعنى عايزين نشوف فاتوره الدعم هتبقى ازاي عشان حمايه الفقراء وغير القادرين، ازاي النهارده الدوله بتفكر في دوت، وايه سياستها في كيفيه ان النهارده تمص صدمات الاختلالات الاقتصاديه اللي موجوده والتضخم وارتفاع الاسعار. فلازم النهارده احنا عندنا فاتوره الدعم عايزين نشوفها. صحيح. سياده النائب، يعني ازاي المجلس هيحافظ على يعني نفس الحمايه الاجتماعيه في الموازنه الجديده، والمفروض ايه الاجراءات اللي هتتخذ حيال ذلك؟ طبعا الحمايه الاجتماعيه بتبقى ليها اكثر من شق، يعني بتبدا اول حاجه طبعا دعم السلع التموينيه، هنشوف ايه مخصص ايه في الموازنه الجديده، ايه ايه الحكومه بتفكر ازاي في فكره دعم السلع التموينيه، دعم المزارعين. كمان اذا ظل على الجانب الاخر المشكله بقى العويصه اللي احنا دايما بنواجهها اللي هي دعم المواد البتروليه. صحيح. دعم المواد البتروليه بيحصل فيه مشاكل طبعًا. ليه بقى؟ والاخبار اللي بتنتشر كل فتره. لان انا مرتبط باسعار عالميه في هذا الموضوع. بتنزل الحكومه مثلا بتقول والله انا سعر برميل برنت بحوالي 60 دولار مثلا. فاثناء التنفيذ بيحصل ارتفاعات. فبتضطر بنعمل تاخد من الاحتياطيات او نشوف احنا ازاي نواجه دوت. فطبعا هو ده رقم بيبقى كبير، يعني دعم المواد البتروليه مثلا كان في عام 16-17 كان معمول له 110 مليار جنيه، ارتفع الرقم طبعا على كده بكتير لانه السعر خام برنت ارتفع. فدعم كمان عندنا كمان احنا بندعم الكهرباء بحوالي 30 مليار جنيه. صحيح. الدعم طبعا الكهرباء 30 مليار طبعا، يعني النهارده كمان الناس مش مستحمله ان احنا نفك هذا الدعم. بس من المتوقع يا فندم من ان هذا الدعم يزيد الفتره الجايه العام المالي الجديد ولا لا؟ يعني يرتفع اكتر من كده؟ والله هو طبعا هي الموازنه احنا كل اللي سمعنا عليها مجرد تقارير اخباريه من الاخبار يعني، لكن احنا هنطلع على الموازنه اللي مقدمها الحكومه بشكل تفصيلي عشان نقدر نتكلم عليها بشكل تفصيلي. متوقع طبعا انا شخصيا متوقع ان الحكومه هتيجي في بعض فواتير الدعم هتحاول تقللها من خلال الاتي، يعني من خلال انه الدعم المستحقين ده كلنا احنا بننادي بيه. صحيح. يعني الدعم ما يروحش غير المستحقين، مش ينفع النهارده ادعم فئات هي لا تستحق غير الدعم. صحيح. غير مستحقه الدعم. فطبعا هو الحكومه لو قللت هتقلل في ده، لكن يظل هناك بعض الخطوط الحمراء اللي هو
دعم الخبز ده شيء اساسي جدا ان احنا مش هنقدر حد يجي جنبه هنشوف دعم المواد البتروليه بقى بدواخله ايه. يعني دعم المواد البتروليه ده اكتر حاجه في عندنا دعم البنزين ودعم السولار ودعم البوتاجاز. طبعا السولار والبوتاجاز دول مهم جدا، المواطن البسيط العادي اللي في عماره القرى دول مهمين جدا بالنسبه له، فدي امور احنا كلنا لابد ان احنا نشوف الحكومه بتفكر فيها ازاي كمجلس نواب. كل هذه الامور كمان على الجانب الثاني في برامج الحمايه الاجتماعيه اللي هو بقى المرعى المعيله وبرنامج تكافل وكرامه ومعاش الطفل وكل هذه الامور، كل اللي هنشوفه التامين الصحي على لغايه ما يتطبق منظومه التامين الصحي الشامل، هنشوف ايه الحكومه بتفكر ازاي فيها، الدعم هيبقى فاتورته ازاي. طبعا كل ده بياتي تحت كلمه الحمايه الاجتماعيه. استاذ طلعت عايزين نتكلم على ملف سعر الدولار، يعني الموازنه اللي فاتت كان المفروض السعر الثابت الحكومي للدولار 15 جنيه ونص وده داخل الموازنه، وسمعنا انه هيكون بعد كده في الموازنه الجديده او اللي جايه هيبقى 17 وربع، فعايزين نتاكد من صحه هذه المعلومه، هل هو فعلا في الموازنه اللي جايه هيبقى 17 وربع ولا لا، ولو ده حصل ايه انعكاساته بعد كده وتاثيره ايه على خطه الموازنه؟ طبعا هو ما فيش شك انه سعر الدولار ده طبعا تاثيره مهم جدا لانه بيأثر لي على اكتر من حاجه، رقم واحد بيأثر لي على القروض اللي انا واخدها. هو الاول هيعلى فعلا في الموازنه اللي جايه وهيبقى 17 وربع ولا لا؟ ما شيء طبيعي، انت هو مش فكره يعلى او ينزل، هو فكره ان النهارده انت بتتوقعي الدولار هيبقى كام؟ ايوه التوقعات دي هتبقى كام؟ ده لان احنا النهارده طبعا الدولار متساب لفكره التعويم اللي هي انا من وجهه نظري كانت خاطئه، التعويم بالشكل المطلق ده، لكن خلينا نقول خلاص هو دي خطوه اتخذت في 3/11/2016 فانت النهارده لابد بس وقتها يا فندم اتقال انه مهم لان دي كانت خطوه متاخره وكان لازم يتم التعويم من سنين، مش كده ولا ايه؟ يا فندم يعني مش هو ده يمكن مجال ان احنا نناقشه دلوقتي، لكن هو التعويم كان لابد يسمى فيما يسمى التعويم المضار وليس التعويم الحر. اوكي. التعويم الحر طبعا عمل ارتباكات غير عاديه. أيوه. من خلال النهارده انا واخد قروض بالعمله الاجنبيه، قروض خارجيه بالعمله الاجنبيه، وبالتالي القروض دي النهارده بدل ما كنت بقوم بضرب في 8 جنيه 88 بضرب في كان 17 جنيه وكسور. هي يعني المهم سيظل موضوع الدولار ده يلقي باثاره الى فتره طويله، من بين اثاره زي ما احنا قلنا كده هيأثر على القروض. القروض النهارده اللي انا خارجيه لازم اجي اقومها، هشوف هسددها، يبقى لازم اقومها بالدولار. كمان الحكومه برضو من اكبر المستوردين. الحكومه النهارده بتستورد العام، الحكومه النهارده بتستورد الزيوت النباتيه للطعام اللي هو السلع التموينيه للتموين، الحكومه بتستورد مواد بتروليه، فكل ده طبعا فاتوره بتبقى ضخمه جدا في مسائل الموازنه. فطبعا الدولار شيء مهم جدا، النهارده هنشوف هيقوم بكام. طبعا طالما انا قلت تعويم يبقى لازم الدولار يقاوم وفقا لسعره الحقيقي في السوق. صحيح. فالحكومه هنشوف متوقعه حتى سياده النائب متى تنتهوا من مناقشه هذه الموازنه؟ هو الموازنه المفروض بتيجي قبل 90 يوم من نهايه السنه الماليه. يعني الموازنه المفروض تكون دخلت مجلس النواب يوم 31/3. تمام. لكن المناقشه مفتوحه لغايه ما تبدا السنه الجديده اللي هي بتبدا في 1/7/2018. يعني المناقشه مفتوحه ما لهاش سقف، ما حطلهاش سقف، ده كمان الدستور كمان نص انه افتراض ان المناقشه اتاخرت يعمل بالموازنه اللي كانت قبل منها. يعني على افتراض ان المناقشه اتاخرت لسبب ما او اترفضت لسبب ما يبقى بيطبق الموازنه اللي كانت ساريه قبل منها. قبل كده. لكن الدستور نص ان هي 90 يوم قبل نهايه العام المالي، يعني لازم تكون 31/3 اتت للبرلمان وهي بالفعل الحكومه اتت بها للبرلمان. تمام. احنا بنشكر بس وزير الماليه يلقي بس الـ 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 البيان المالي بتاعه بداخل الجلسه العامه. تمام. نشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده النائب طلعت خليل عضو لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب، وبنكمل بقيه اخبارنا. والنهارده هتعقد الامانه العامه لجامعه الدول العربيه الاجتماع 19 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعه دور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، وده بمقر الأمانة العامة برئاسة معالي السفيرة دكتور هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال.
وهيناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة للاجتماع ال 18 للأفاريق والمستجدات المتعلقة بالشأن الإرهاب في المنطقة وتباحث في سبل تضافر الجهود العربية لمكافحته، بالإضافة كمان إلى متابعة الخطوات التنفيذية للخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب. واخيرا رياضيا، النهارده هتستأنف مباريات الاسبوع ال 30 من الدوري المصري الممتاز، وهيكون في مباراتين جماهيريتين، الاولى هتجمع ما بين الزمالك والاسماعيلي، المباراه اللي هتشهد منافسه كبيره جدا ما بين الفريقين في صراعهم على المركز الثاني. الزمالك عنده 54 نقطه، اما الاسماعيلي عنده 56 نقطه، واللي هيفوز هيقرب جدا من حسم المركز الثاني. مباراه ولاد العم دي، يعني دايما بيبقى الزمالك والاسماعيلي هم ولاد عم. أيوة. خلينا نقول لكم الساعه 8:30 مساء ان شاء الله هتكون في مباراه هتجمع بين الاهلي وطنطا. الاهلي طبعا حسم الدوري وفي رصيده 75 نقطه، اما طنطا عنده 26 نقطه، ويهمه جدا تحقيق طبعا على الاقل نقطه حتى للهروب من صراع الهبوط. وربنا يسهل بقى، والزمالك ما يساعدناش زي كل مره، ربنا يكرم. يعني يساعدنا بطريقه مختلفه. طيب خلصت اخبارنا، خلونا بقى نروح نتابع تفاصيل الحاله المروريه مع تطبيق بيقول لك، وده تطبيق حصري لبرنامج صباح الورد وقناة تان. كوبري اكتوبر من مدينة نصر للمهندسين معظمه ما بيمشيش ما عدا من التحرير للمهندسين جميل. لسه على كوبري اكتوبر من المهندسين لمدينة نصر معظمه سالك ما عدا من الدمرداش لمدينة نصر زحمة. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد كويس. كوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين معظمه ماشي ما عدا من ساقة الصاوي للمهندسين بطيء جدا. صلاح سالم من المطار للكورنيش معظمه سالك ما عدا من كوبري الجلاء لبانوراما حرب اكتوبر زحمة. وصلاح سالم من الكورنيش للمطار معظمه لطيف ما عدا من حديقة الفسطاط لحد القلعة زحمة. المحور من الشيخ زايد للمهندسين بيتحرك. واخيرا المحور من المهندسين لزايد كويس. الحمد لله. الحمد لله، يعني في حته تهمنا بالظبط، خصوصا النهارده الاثنين، فكان متوقع ان الدنيا تبقى زحمه، فلا كويس. هي لسه يعني احنا لسه بدري برضه يا جماعه، مش عايزين نضحك على الناس قوي، يعني لسه يا جماعه كل ما بتتاخر اكتر كل ما الدنيا بتزدحم اكتر. اعملوا خليكم زينا كده نشطاء جمال، بينزلوا الساعه 6 الا ربع نمشي لوحدنا في الشارع، بس احلى حاجه ان احنا بنخلص شغلنا بدري، فلما بنروح بيبقى المحور كويس على طول. صحيح. خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لبيان سريع لدرجات الحراره المتوقعه، وبعد كده نشوف تمارين الزومبا مع كابتن شريف فرنسا، وبعد كده هنروح لفاصل، وبعد الفاصل قراءه في اهم عناوين صحف النهارده. استنونا. Thank you.
مرة تانية بنرحب بحضراتكم، وهنبدأ مع بعض فقرة الصحافة اللي بنقرأ ونتابع فيها أهم وأبرز عناوين صحف اليوم. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي في الاستوديو أستاذ تامر إسماعيل الصحفي باليوم السابع. أهلا بيك، صباحك أهلاً صباح الورد. أهلا بيك صباح الورد. قبل ما نبدأ جولتنا في منشطات صحف اليوم، هنشوف المنشطات قالت إيه النهاردة. بنرحب بحضراتكم من جديد، هنبدأ مع بعض من جريدة روزا اليوسف، وتحت عنوان قمة الحسم في مواجهة محور الشر، السيسي في القمة العربية بالظهران ويشهد ختام مناورات درع الخليج. أرجع تاني لضيفي الأستاذ تامر إسماعيل. القمة العربية اللي متوقع إقامتها في 15 إبريل الحالي، إزاي بتشوف القمة القادمة في ملفات إقليمية كتير مهمة زي مقاطعة قطر، زي الملف الليبي، زي أزمة اليمن، أزمة سوريا، هيكون شكل المناقشات ايه من وجهه نظرك؟ والله هو زي ما حضرتك قلتي ان القمه هتشهد تحديات كبيره جدا، لكن قمه ساخنه ودسمه. ساخنه ودسمه، ده لانه الاحداث اللي بتسبقها في الوقت الحالي هي احداث ساخنه ودسمه وفيها شيء من الخطوره على المنطقه العربيه. لكن لو اتكلمنا عن عنوان للقمه العربيه، احنا نقدر نقول ان هي قمه الامل والتحديات. الامل لانه خلينا نقول ليه الامل؟ الامل لانه احنا امام تنسيق مصري خليجي على أعلى مستوى خلال الفترة الأخيرة. يمكن هذا التنسيق لم يتم في قمم عربية سابقة أو فترات حكم سابقة، لكن في الفترة الحالية هذا الرباعي العربي الخليجي المصري في بينه تنسيق شديد وكبير على مستوى عدد كبير من الملفات. دي الحاجة اللي بتدي أمل أنه قد تكون هذه القمة لها توابع إيجابية على ما يحدث في المنطقة العربية. التحديات، وده الأخطر، التحديات كتيرة جدا، احنا أمام تحديات في كل دول المنطقة العربية. لكن إذا احنا بنتكلم عن قطر مثلا، زي ما حضرتك بدأت، قطر قد تكون ليست على أجندة أزمة قطر قد تكون ليست على أجندة هذه القمة العربية، خاصة أنه بيفضل دول الخليج أنه أزمتهم مع قطر تحال دايما إلى مجلس التعاون الخليجي وليس القمة العربية. فإذا ممكن يتم إرجاء ملف قطر وما تفعله قطر ولا يتم مناقشته خلال اجتماعات القمة العربية، لكن تداعيات هذه العلاقة هي اللي ممكن تنسحب في المناقشات. يعني مثلا إذا احنا بنتكلم عن تنسيق قطري إيراني، إذا احنا بنتكلم عن تنسيق قطري تركي، إذا احنا بنتكلم عن يد لقطر في ما يحدث في ليبيا أو في ما يحدث في أي دولة عربية من مواجهات إرهابية، فده اللي ممكن يتم مناقشته. لو اتكلمنا على التحديات، احنا قدام تحديات كبيرة جدا، خاصة فيما يخص الملف الإيراني، الملف التركي، الملف السوري، وأزمة هذه الملفات كلها إن هي مش بإيد الدول العربية، هذه الملفات تقضع لتدخلات دول أخرى غير عربية، وبالتالي هنا الأزمة هتبان. هل ممكن الدول العربية ياخدوا موقف حاسم موحد تجاه هذه الملفات؟ أعتقد إنه هيبقى صعب، أعتقد إنه أقصى ما نتمناه إنه احنا نطلع ب ليه بتشوفه رؤية. صعب؟ صعب لانه هذه الدول داخله صراعات ضد بعضها على المنطقه العربيه، يعني احنا اذا بنبص على الازمه، يعني هم اوريدي ضعفين نفسهم بنفسهم. لا، اذا كمان احنا بنبص على الازمه الروسيه الامريكيه مثلا، او الازمه الروسيه البريطانيه، هذه الملفات اساسها ليس علاقات هذه الدول بعضها على قدر ما هي طموحهم ورغباتهم ومطامعهم داخل المنطقه العربيه. امريكا وروسيا مختلفين على الملف السوري، وبالتالي هم بينهم مشاحنات بتظهر في علاقتهم سوا، لكن اساس هذه المشاحنات هو مطامعهم داخل المنطقه العربيه. اذا الدول العربيه امام ملفات خاصه فيما يخص سوريا
وفيما يخص ليبيا مش بإيديهم الحل. ممكن نتكلم عن أنه اليمن بإيد الدول العربية، يعني أنه الدول العربية هي الفعل الأساسي في اليمن في مواجهة إيران، لكن ده أزمة زي أزمة سوريا أو أزمة زي أزمة ليبيا نتمنى أنه يكون في بس رؤية موحدة للحل يعني يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة. القضية الفلسطينية هتتوقع أنه في هذه القمة العربية هيكون في رد فعل ضد قرار ترامب الأخير؟ القضية الفلسطينية هي التحدي الحقيقي لكل دولة عربية بقى. أكيد. لأنه إحنا لو نظرنا ليها مش حتى من باب التحدي التاريخي، لا كمان إحنا في مرحلة بيحاول فيها طول الوقت الغرب وإسرائيل إبعاد القضية الفلسطينية عن رأس أولويات الدولة العربية، فتلاقي نفسك غرقانة في مشاكل عن سوريا وغرقانة في مشاكل عن ليبيا، وتأتي القضية الفلسطينية ليست في مقدمة ولا في أولوية هذه الملفات. وبالتالي التحدي الأساسي أمام الدول العربية هم أنهم يعيدوا وضع القضية الفلسطينية على أولوية مناقشاتهم حتى لو لم يتم اتخاذ قرار قوي، لانه احنا عايزين يعني عشان نبقى واضحين انه الجهود والقوى استنزفت خلال الفتره اللي فاتت، القرار تم اتخاذه، قرار ترامب تم اتخاذه، المظاهرات في فلسطين تمت، الشهداء سقطوا، الضحايا سقطوا، الدول العربيه اعلنت موقفها ولم يحدث جديد، وبالتالي مش هننتظر جديد قوي على قدر ما احنا عايزين انه هذه القضيه تعود الى اولويه النقاش ويؤكدوا على انه القضيه الفلسطينيه هي محور التنسيق العربي المشترك. من جريده روز اليوسف اللي كنا لسه بنتكلم فيه عنوانها دلوقتي هننتقل لجريده الشروق وتحت عنوان وزير الدفاع لا تهاون مع من يحاول النيل من امن واستقرار شعبها. في اشارات ودلائل كده لما بتتقال في وقتها بتظهر بصوره قويه جدا، والبيان الاخير المتحدث العسكري كان قوي بما فيه الكفايه، بيقول لنا طبعا قد ايه الشغل في سيناء مستمر حتى يتم القضاء على الارهاب. السؤال بقى اللي بنساله دايما، امتى هيتوقف الدعم المالي واللوجستي اللي بيروح للارهابيين، وامتى هيتم تعمير سيناء؟ كل ما بنسمع بيان بنشوف امكانيات رهيبه جدا في الاسلحه والمتفجرات وزراعة المخدرات، يعني انت بتتكلم على تمويل ضخم. مش سهل، ضخم جدا وعلى مستويات متفرقة وفي اتجاهات مختلفة وبدعم كثير من الجماعات الإرهابية والجماعات الإجرامية. يعني انت بتتكلم عن تنسيق ما بين الإرهاب والجماعات الإجرامية والجماعات الهاربين من أحكام. صحيح، بالضبط كده. وبالتالي قضية تنمية سيناء، أنا اعتقادي أن قضية تنمية سيناء هي المحور الرئيسي على أجندة الرئيس خلال الفترة المقبلة. إحنا بدأناها بالمنطقة الحرة في نويبع اللي تم الإعلان عنها في الحكومة، لكن التحدي الأساسي في تنمية سيناء هو الشمال والوسط. بالظبط، لكن احنا التحدي الاساسي الحالي في تنميه سيناء، خلاص الرغبه السياسيه موجوده، الرغبه الشعبيه بالتاكيد موجوده، العمليه سيناء 2018 نتائجها قويه ومبهره، وبالتالي احنا ما تبقاش غير الفلوس. عايزين 275 مليار جنيه. ده مبلغ كبير، والتحدي الاساسي امام المصريين في الفتره اللي جايه هو ازاي طبعا حكومه وشعب ازاي نجيب ال 275 مليار جنيه. من وجهه نظرك الوجه الامثل للاستثمار في سيناء، يعني خطه الدوله لتعمير سيناء يكون شكلها ايه؟ بصي، هو بصراحه الخطط موجوده وكتير وبقى اصل ممكن طويلة. يكون في يعني ممكن يوجد الدعم المالي ولكن تبقى دائما الاداره، والا هيبقى في اهدار مال، هندخل تاني في مواويل اهدار المال، فانت محتاج حاجتين، الاداره السليمه للاموال لا الحقيقه احنا تخطينا شويه في الفتره الاخيره في المشروعات الجديده بالتحديد ازمه الاداره، لانه صحيح. في فكر لانها تحت اشراف القوات المسلحه. بالظبط كده، وكمان ومتابعه مباشره من الرئيس يعني طبعا ده بيحدث فارق. الاول كنا بنخاف ان انت تاخد فلوس فيحصل اهدار مال عام، انت ما تقدرش تستثمر هذه الفلوس، لكن في الفتره الاخيره احنا قدرنا نتخطى ده. يعني نقدر نقول ملحمه اخرى يعني وطنيه، ان الصحف اتكلمت امبارح على تكريم السيد وزير الدفاع لمجندين طلبوا مد فتره تجنيدهم عشان يكافحوا الارهاب في سيناء. بتشوف المشهد ده ازاي؟ والله بشوف المشهد ده زيه بالظبط زي مشهد الام اللي ابنها بيستشهد فبتطلب ان ابنها الثاني يتم تجنيده في القوات المسلحه. دي رساله طول الوقت المصريين بيحاولوا يعني ياكدوها ويزرعوها في نفوس ابنائهم حوالين انه الدور اللي احنا بنقوم بيه في القوات المسلحه لا يمكن ان يقف عند حتى حدود الروح. الاخ بيسلم اخوه والزميل، وشفنا كلنا حكايه الكتيبه 103، شهيد بيسلم شهيد بيسلم شهيد. صحيح. وبالتالي يعني دي رساله قويه على انه الارهاب بيموت لكن الوطن بيعيش في نفوس الناس. ملاحم بطولية سيظل التاريخ يتحدث عنها ويتوقف عنها فترة طويلة. احنا لما كنا بنتكلم عن العبور في 73 كنا بنتكلم بنقول العبور وهزمنا والسادات الشهيد السادات قال يعني
هزمنا العدو في 6 ساعات، احنا دلوقتي في حرب من 2011، يعني احنا في حرب من 2011 ماشيه بالتوازي على الناحيه المعلوماتيه وما تسمى والمعروفه بحروب الجيل الرابع، وعلى الحرب بالوكاله بالظبط، الحرب بالوكاله والمعروفه بحروب الجيل الخامس. بتشوف ازاي ممكن في يوم من الايام الصحافه من وجهه نظرك هتوثق الفتره دي، وخصوصا ان هي فتره شديده يعني شديده البأس حقيقي، احنا بنتكلم في حرب سنوات على مدار سنوات. والله هو لحد دلوقتي احنا ما شفناش استراتيجية إعلامية قوية لي، يعني انا طول الوقت بحس انه الحدث خاصة في سيناء اقوى من اي تغطية احنا بنقدمها. يمكن يكون ده مرتبط بظروف انه انت ما بتقدرش طول الوقت ترصد كل حاجة او تقول كل حاجة او تنقل كل حاجة بنفس الصورة، لكن اعتقد انه احنا محتاجين فعلا كإعلام وكثقافة وكفنانين انه يتم الاهتمام بهذه المعركة. القوة الناعمة، انت بتأسس تاريخك بهذه الطرق بهذه الصورة. صح. الناس هتعرف ازاي ما يحدث في سيناء خلال بعد 10 سنين مثلا الا من خلال صحف او من خلال افلام او من خلال مسلسلات. احنا لحد دلوقتي 73 مش قادرين نوثقها بالشكل اللي يليق بيها، يعني في افلام لكن لا تليق، فبالتالي احنا عايزين نتعلم من الدرس ده وما يتكررش في معركتنا اللي فيها بطولات لا تقل اطلاقا عن بطولات 73. تعتقد انه من اسباب ان 73 يعني ظهرت بشكل برضو لا يليق بحجم البطولة انه راجع لقلة المعلومات؟ يعني دايما يقولك الاسرار العسكرية للحروب يبتدي الكشف عنها واحدة واحدة بعد 30 سنة، بعد مرور 30 سنة على الاقل من الحدث، فيمكن هو ده كان من اسباب انه يكون في ندرة شوية في المعلومات عن هذه الملحمة البطولية ايضا أثر على توثيقها بشكل أو بآخر. يعني لو في حد من الكتاب أو المخرجين أو المنتجين قال كده فأنا هقول له ببساطة إنه في أمريكا أو في الغرب بيرصدوا حروب كاملة ما بين دول من خلال قصة حب مواطن بعسكري مثلا أو مجند بحبيبته. يعني الأمور ماهيش بهذا التعقيد إن أنا محتاج كل التفاصيل والقصص والأسرار خالص، يعني أنا محتاج يكون عندي خيال مبدع وعندي قرار ان انا انتج واتحمل التكلفه ومبقاش منتظر ان انا هلم ملايين من ورا الفيلم زي ما هو احنا بنعمل في افلام يعني التيكاوي والحاجات دي. لكن لذلك دائما المبدعين يطالبون بتدخل الدوله في الانتاج، في عمليه انتاج الافلام، وخصوصا فيما يخص البطولات الوطنيه دي. يعني اي حد يقول تدخل الدوله ده يبقى هو يعني عنده قصور، يعني انا حتى لو بنوثق حدث زي ده لانه انتاج الدوله ممكن تتعبني لوجستيا، لكن على مستوى الكتابة وعلى مستوى التنفيذ وعلى مستوى ان انا اعمل دراسة جدوى وادرس السوق بشكل جيد، اعتقد المصريين لما يعني حد هيجي يقول لي مثلا لا اصل الناس مش هتنزل تتفرج على فيلم حرب، لا هتنزل تتفرج على فيلم حرب جدا كمان. انت قدم له فيلم الحرب في صورة جيدة هو هينزل يتفرج عليه. لكن انه يقول تدخل الدولة ده معناه انه مش عايز يتحمل مسؤولية القرار. ننتقل لجريدة الوفد وتحت عنوان 3 مليارات جنيه حصيلة أولية، محلب يمنح المحافظين مهلة أخيرة إنهاء ملف تقنين أراضي الدولة. ملف معقد، ولما بنيجي نتكلم على تقنين أراضي الدولة يعني بتشوفها ان هي ايه؟ مثلا لو يدرع من المواطن للحكومة ان انا بحط ايدي كده على الدولة على اراضي الدولة لسنوات واجبرها في الاخر ان هي تقنن الوضع، ولا بيكون شكلها ايه؟ ما هو للاسف ده اللي كان بيتم. يعني احنا طول الوقت المواطن كان بيتعامل بهذه الثقافة، وكان برضو عشان نبقى واضحين يعني كان في مسؤولين وعدادات الكهرباء وغيره برضو نفس القصة. لكن هو كان بيتم بمساعدة مسؤولين ومساعدة بيئة تشريعية غير صالحة يعني، واحتياجات مواطن لا تلبى، وبالتالي هو بيلجا لهذه الطرق، كان الوضع مستقر على كده. لكن بصراحه لجنه استرداد الاراضي هي من انجح اللجان اللي تم تشكيلها خلال السنين اللي فاتت، احنا بنتكلم في سنتين تقريبا، قرار التشكيل كان في فبراير 2016، فاحنا دلوقتي بنتكلم في سنتين. هذه اللجنه يعني اعتقد ان هي انجزت مهمه كبيره وثقيله وحساسه وشائكه، لان احنا بنتكلم يعني انا قريت انه عدد المهندس ابراهيم محلب بيقول ان عدد الطلبات اللي تقدمت للمعاينه وطلب تقنين الارض تقريبا 35,000 طلب، فانت 35,000 طلب تقنين ارض في محافظات مصر ده رقم رهيب. يعني شايف ان ايقاع التنفيذ بقى اسرع؟ ايقاع التنفيذ اسرع، هم خدوا وقت على مدار السنتين في ان هم يرصدوا ويعملوا يعني يعملوا خريطه معلوماتيه عن اماكن التعدي على اراضي الدوله في مصر، وازاي يوجدوا صيغه للتعامل مع هذه الملفات. لكن في الفتره الحاليه احنا خلاص امام ان الناس بتقدم طلبات
الطلبات دي بيتم دراستها وبتروح لجان معينه. على فكره ال 3 مليار دول هم ما همش حتى ثمن الاراضي، ده ثمن طلبات تقنين الاراضي بالزبط. يعني 3 مليار طلبات تقنين الاراضي، احنا لسه هنبقى قدام ارقام كبيره جدا في التعويضات وفي اموال الاستثمار. المجهود اللي بيتعمل في هذا الملف اللي هو تقنين البناء على اراضي الدوله او طلبات التقنين زي ما ذكرت، هل هي بنفس كفاءه برضو التعدي على نهر النيل؟ يعني ماشيه بنفس السرعه بنفس الايقاع؟ اعتقد لانه ده بيتم التنسيق كامل بين كل المحافظات وبين وزاره الري وبين المحافظين في المحافظات المختلفه، هي كلها منظومه واحده. انك تعيد الانضباط الى الشارع وما فيش مواطن يحس، يمكن الرئيس اكد على ده في كل مره بيتكلم فيه عن هذا الملف، انه ما حدش يحس انه يقدر ياخد حق الدوله وحق الناس وهو مش هيتحاسب، لا كله بيتحاسب. الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد في اكتر من مناسبه وقالها بصراحه، اللي عاوز ارض يستثمر فيها يدفع ثمنها. توقعاتك امتى بقى الحكومه تنتهي من هذا الملف؟ قريبا جدا، يعني قريبا جدا. انا اعتقد انه لجنه استرداد الاراضي هتحسم كل هذه الملفات، واللي مش هيدفع واللي مش هيعمل طلب تقنين هو ده اللي هيكون الجاني على نفسه، واعتقد هيواجه حسم شديد من الدوله. من وجهه نظرك عناصر انفاذ القانون او نجاح انفاذ القانون بترجع لايه؟ بترجع لحال انتهائه؟ يعني هل هي قوانين ولا منظومه؟ هي اولا بترجع للقانون. يعني اذا القانون صالح للتطبيق هيتطبق، اي قانون غير صالح للتطبيق مش هيتطبق، عشان نبقى واضحين، وده في اي دوله في العالم. احنا كان عندنا ازمه تشريعات، احنا طول الوقت عندنا قوانين كتيره لكنها غير صالحه للتطبيق. بتبقى يا قديمه ومنسيه مثلا يا حاجه وضدها، ولا تراعي ظروف المواطن ولا تراعي ظروف الدوله ولا تراعي احتياجات الوقت اللي احنا فيه، وبالتالي كان بيبقى فيه صعوبه في تطبيقها. لكن اذا انت وجدت بيئه تشريعيه صالحه للتطبيق ووجدت قوه لتطبيقها، فانفاذ القانون هذا المصطلح سيتحقق بالفعل. ننتقل لليوم السابع وتحت عنوان الصحه، الوجبات المدرسية آمنة وعلى أولياء الأمور الإطمئنان. ملف الصحة أزمة ثقة. دايما نقول أزمة ثقة طول الوقت. إزاي؟ يعني احنا دايما نقول الصحة والتعليم، الصحة والتعليم، ويمكن كانت برضو وزارة التضامن الاجتماعي كانت أسست، أعتقد وزارة التضامن، أنا يعني مش متذكرة قوي، كانت في لجنة يعني مختصة بأن هي تشرف لحل هذه الأزمة. أزمة التغذية المدرسية. هي أزمتها في الحقيقة هي أزمة ثقة، زي ما بقول لحضرتك، احنا بقى لنا سنة كانت متوقفة التغذية المدرسية بعد حادث تسمم الطلاب. من هذا التوقيت والوزارة بتحاول تحط صيغ مختلفة لسد الثغرات اللي من خلالها بيحصل تلاعب وبيحصل مخالفات في موضوع التغذية المدرسية. التغذية المدرسية ده ملف خاص بالصحة فقط ولا صحة أنا وجهة نظري هو ملف، يعني هو ملف لازم يكون بيراقب عليه جهة مستقلة، لا هي تبع وزارة الصحة ولا هي تبع وزارة التعليم، لأن وزارة التعليم يعني عندها ملفات لا حصر لها. اذا هي غرقت في ان هي تقعد تراقب ملف التغذيه المدرسيه وبتيجي منين وبتروح ازاي، فدي ازمه كبيره. اذا وزاره الصحه برضو تورطت وحدها في هذا الملف مش هتحل، هذا الملف محتاج جهه مستقله تشرف على التغذيه. واعتقد هم وضعوا ضوابط، لكن الضوابط دي لازم يتم تطبيقها بحسم وبقوه وتفضل مستمره، محتاجه اشراف طول الوقت ان انا ما يحصلش تلاعب في المؤيسات والمعاينات والمناقصات اللي بتتم. ممكن واحد في محافظه ياخد مناقصه وبالتالي يروح بيعها لحد تاني هو يبعت التغذيه المدرسيه، تيجي حاجات متخزنه في اماكن غير جيده. يعني هي منظومه محتاجه ضبط قوي من وزاره الصحه ومحتاجه عوده ثقه مع الناس، لان الناس ما بقتش بتصدق، الناس بقت بتخاف. احنا شفنا اليومين اللي فاتوا ازمه مدرسه بورسعيد في الزمالك اللي حصل فيها حاله وفاه لطالبه، الناس مش مصدقه ان الطالبه دي ماتت حاله وفاه عاديه مش مرضيه، الناس مش مصدقه. منعوا ابنائهم من ان هم يروحوا المدرسه، الوزاره تطلع بيان، عملت حاله من الذعر طبعا، تقرير الوفاه يطلع، الناس خلاص ما بقاش في ثقه. فاحنا محتاجين استمرار لمنظومه الاشراف والرقابه عشان الثقه تعود. تتوقع ان يكون في حاله تغيير في نوع الوجبه نفسها، ان هي مثلا ممكن تكون حاجات جافه مش غير قابله ان هي تكون ولا تتلغي خالص؟ والله انا بحب اقول تتلغي. معقوله؟ طبعا، بس دي يعني دي مهمه لصحه الطلبه. بصي كلنا كنا في مدارس وكلنا عارفين ايه اللي بيتم في موضوع، احنا كنا بناخد سندوتشاتنا معانا من الاخر بقى في الجيل بتاعنا. يعني المدرسيه بصراحه انا ما كانش في وجبه مدرسيه، انا خبرتنا كلنا عن الوجبه المدرسيه خبرات غير جيده، يعني بتيجي بتترمي بتتباع بتتوزع على ناس معينين، الطلاب ما بيستفادوش منها، وبالتالي انا يعني يمكن يكون في رؤيه مختلفه انه هي ليها فايده وليها ضروره، لكن في الاخر احنا الرقابه عليها هو الاهم. اذا انت مصمم ان هي تكون موجوده فانت لازم تراقبها بشكل جيد. طيب اخيرا بقى من جريده الشروق وتحت عنوان اتفاق نهائي على اجلاء مقاتلي المعارضه من اخر معاقلها قرب دمشق. في الحقيقه الخبر ده انا شخصيا يعني اسمح لي اقول رايي الشخصي ولو ان ده مش مهني، بس يعني معلش بيبقى مستفز جدا موضوع اجلاء
مقاتلي دي. أولا مسلحة. بالظبط، معارضة مسلحة. أولا دول إرهابيين صرف. وليه إجلاء؟ يعني ليه مش تصفية؟ ما أنت لما بتقعد تعمل إجلاء بيصبوا في الآخر، يعني بيجوا في الآخر كل ده ضاغط علينا إحنا في سيناء يعني. لأنه في لو يدرع. يعني إيه إجلاء فين؟ لو تاخدي بالك في الـ في الـ في هذا الخبر الإجلاء إلى مناطق قرب تركيا. طب ليه تركيا؟ لأنه تركيا هي اللي بتأمن هذه الجماعات، أو إيران هي اللي بتأمن جماعات أخرى، أو يقول لك حزب الله لا لن نعتبر حزب الله إرهابي. فكل هذه التفاصيل بتؤكد لك انه اللعبه فيها دول و يعني دايره قاعدين بنلف فيها، مش مالهاش مخرج. ما انتش قادره انت متورطه انك تقولي حاجه اسمها معارضه مسلحه. يعني ايه معارضه مسلحه بالظبط؟ انا ليه اقول معارضه مسلحه؟ لا، وحاجه تانية، يعني ايه الجيش الحر؟ والجيش الحر مفيش حاجه كده. للاسف الوضع في ليبيا، الوضع في سوريا هو وضع شبه بانتظار التصفيه. يعني هم بيسيبوا كل لاعب يلعب دوره في الارض السوريه، سايبينهم يخلصوا على بعض. ايوه بقى. انتظار التصفيه. عشان كده بقول لحضرتك انه يعني لما كنا بنتكلم على القمه العربيه ما هيش مرتبطه قوي بقرارات الدول العربيه على قد ما هي مرتبطه برغبات دول اخرى في الارض السوريه. يعني ستظل هذه الارض ارض المعارك وشعبها سيظل يعاني بهذا الشكل للاسف. وتوقعاتك ايه بقى لحته الجمله المستفزه اجلاء المقاتلين اللي هو بين قوسين في الحقيقه الارهابيين؟ توقعاتك ايه لينا احنا؟ يعني احنا دلوقتي في العمليه الشامله في سيناء، هي عمليه تامين لهؤلاء المقاتلين، هي مش اجلاء. هم بيامنوا هؤلاء المقاتلين لحد ما ينتقلوا لمنطقه اخرى فيلعبوا فيها دور اخر لصالح دوله اخرى او لنفس الدوله اللي ارسلتهم لسوريا. ما يعني هو هي المعلومات كده، هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي حصل لما تم اجلاء مقاتلين داعش من سوريا، انتقلوا الى حدود تركيا ثم الى دول اخرى. ده هيكون كروت ضاغطه على 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 مصر في وقت من الاوقات من خلال الدخول لسيناء او بوابات سيناء. ما هو للاسف عشان كده طول الوقت احنا بنقول ان العمليه سيناء الشامله هي عمليه مستمره لن تتوقف، لأنه طول الوقت خطر الإرهاب مستمر لا يتوقف. في نهاية طبعا جولتنا في منشطات صحف اليوم نشكر حضرتك شكرا جزيلا. أستاذ تامر إسماعيل صحفي باليوم السابع، صباح الورد. مشاهدينا نسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع نكمل بقية فقراتنا، خليكم معانا. أهلا بكم من جديد، ودلوقتي فقرتنا عن احتفالات دار الأورمان بيوم اليتيم العربي. إيه اللي بيتم فيها وإيه أبرز الشخصيات المشاركة وإزاي هيكون في احتفالية بالشكل ده؟ هنعرف كل ده وتفاصيل أكتر طبعا بكتير جدا مع ضيفتنا اللي منورانا للفقرة دي، الأستاذة سحر الشربيني المدير التنفيذي لجمعية الأورمان. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك وصباح الخير. ونقول إيه؟ نقول المبروك إنه جامعة الدول منحتكم الموافقة بإنه يكون يوم اليتيم العربي يعني اضافه جديده، انه من اليوم اليتيم بس كنا على المستوى المحلي، بقى اليوم المستوى الاقليمي ويوم اليتيم العربي. هنبارك لكم، وعايز اعرف منك بيمثل لحضراتكم ايه، بس برضو عايزاكي تجاوبيني على سؤال يمكن كنا بنتكلم قبل الهوا، بتقولي دي قضيه طرحت يعني من 15 سنه من اول ما بدانا. صحيح. فكره يوم اليتيم. تمام. وهي بتطرح اعلاميا تقريبا شبه كل سنه. كل سنه. صحيح. بنفس التوقيت. وهي جمله اليتيم، يقول لك طب احنا عايزين ندمج اليتيم في المجتمع ونعامله على انه انسان عادي، ليه نيجي ندوس على الوجع بتاعه كل سنه ونشاور عليه خلي بالك انت يتيم، او نفكره بحاجه اوريدي وجعان. طبعا عايزه ارد حضرتك في الجزئيه دي، وبيمثلك ايه يوم اليتيم العربي؟ طيب خلينا نقول الجزئيه اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي دي بدانا فيها وعانينا منها كتير جدا اول ما بدانا من 15 سنه، يعني يمكن احنا السنه دي الاحتفال رقم 15. فاحنا بقى لنا 15 سنه بنحتفل بيوم اليتيم. طبعا من 15 سنه غير دلوقتي خالص. طبعا. تماما. فكره المجتمع وتقبله لفكره اليتيم غير من 15 سنه، يعني انا وقت ما كنت مديره فرع في جمعيه الأورمان كان ولادنا بيجوا لي من المدرسه، يا ماما صاحبي مامته قالت له ما تلعبش معايا، لمجرد ان هي عرفت انه ابننا من دار ايتام. طب انا عزمته على عيد ميلادي بس ما حدش جه، لمجرد ان هم عرفوا ان هو يتبع دار ايتام، عرفوا ان ده انه الطفل ده من دار ايتام. لا مش هنروح. الموضوع ده اخد وقت، الموضوع ده اللي كان بيوجع بقى فعلا، انه الطفل اليتيم يحس ان هو متجنب، يحس ان هو الناس مش قابلاه، الناس مستغرباه. طب ليه ده كله؟ ليه ده كله؟ يتيم يعني بالزبط. الموضوع يعني مفيش اي حاجه تستغرب. بس تعالي نبص لها من جانب تاني، هو ممكن تكون الناس بتتجنبه علشان خايفه تجرحه، يعني الام اللي عندها ابنها دي خايفه تبقى المشهد بتاعها ان هي قاعده مع ابنها يوجعه، فتقول لك طب انا هتجنب ان انا اتحط في الموقف اصلا واحضر له عيد ميلاد. هو ده السبب المثالي
ده المثال. بس ده مش موجود اعتقد. بس ده مش ده الحقيقي، هو مش ده الحقيقي. هي الفكره انه لا انا مش هروح دار ايتام. الكلام ده كان زمان. الكلام ده اتغير بالتدريج على مدار ال 15 سنه اللي فاتوا لغايه الحمد لله النهارده، واخد وقت طويل جدا، مش بس من جمعيه الاورمان، من كل الجمعيات اللي كانت مؤمنه بالفكره، اللي مؤمنه فعلا ان اولادها اللي بترعاهم اللي هم الايتام دول لا لازم يبقوا اقوياء جدا في المجتمع، لازم يتعلموا زي الولاد العاديين، لازم يسافروا، لازم يخرجوا، يمارسوا حياتهم الطبيعيه، لازم يروحوا سينما ويروحوا نادي، وفي الصيف يروحوا يصيفوا ويشتروا كسوه شتوي. يعني فكره انه اليتيم، اللي هي الفكره اللي احنا كنا بنشوفها في افلام الابيض واسود زمان، اللي هو الملجا والعنابر السراير والعدس لا، الحاجات دي مش فكره مفروض. غلط كانت الموضوع، فكره غلط. والحقيقه احنا كلنا اجتهدنا فيها جدا، رغم ان كان في ناس كتير معارضه فعلا في الاول، بس الحمد لله الناس اللي كانوا معارضين ومن اشد المعارضين لينا في الاول دلوقتي بقوا معانا عادي سنويا جدا، ومفيش اي مشاكل. ايه وجه المعارضه معلش استاذه سحر؟ يعني لان الموضوع بالنسبه لي ان انا اعارض ان انا احتفل باليتيم او ان انا اطلق حتى مسمى يتيم فهو حاجه غريبه بالنسبه لي انا حتى كسمر يعني. كان ايه وجه المعارضه؟ بصي حضرتك، هو اي حاجه في بدايتها عاده هو الانسان جبل على ان هو عدو ما يجهله. يعني انا دي فكره جديده، لا ما بلاش بقاومها على الاول. الاول بلاش، من غير ما ابتدي ادخل في تفاصيلها، او من غير ما ابتدي اعرف طب هو المقصود منها ايه، طب هو الناتج منها ايه. الناتج منها ان الولاد دول يبقوا اقوياء، يبقوا عناصر فعاله صالحه في المجتمع، مش يفضل طول عمره وهو عنده 3 سنين وهو عنده 5 سنين وهو عنده 15 و20 وخلاص اتخرج من الجامعه وعايز يشتغل وهو حاسس ان المجتمع انه منبوذ من رفضه او المجتمع رفضه. صحيح. فانت حضرتك بتبقي بتحاولي تغيري تفكير او بتحاولي تغيري ثقافه، طبعا ده بياخد وقت طويل. يعني انا بقول لحضرتك احنا دلوقتي بقى لنا 15 سنة. الوضع من سنتين وثلاثه واكثر بدا يتحسن، بس طبعا احنا كل سنه عن سنه لا الموضوع بيتغير. ازاي بدا يتحسن؟ اوجه التحسن ظهرت ازاي؟ اوجه التحسن اولا ده ظهر في انه، يعني ادي لحضرتك مثال بسيط جدا، كان في بعض المدارس وبعض الأندية بترفض أن أولادنا يروحوا يلتحقوا بالمدارس دي أو يروحوا يمارسوا أي نوع من أنواع الرياضات في المدارس دي. الكلام ده دلوقتي ما بقاش موجود. الكلام ده دلوقتي بقيت أقدر أدخل أي نادي وبالاتفاق مع الإدارة. طبعا ما بتبقاش عضوية طبعا، لأن العضوية دي ليها إجراءات وكميات والأب والأم والكلام ده كله. لكن دلوقتي بقت اغلب نوادي مصر بتقبل ان اولادنا يروحوا وينضموا في الفرق الرياضيه اللي موجوده فيها. اغلب المدارس دلوقتي ما بقاش عندهم المشكله دي. بقينا لما بنعمل اعياد ميلاد لاولادنا اصحابهم اللي في المدرسه بقوا بيجوا باولياء الامور، يعني باباهم ومامتهم بيبقوا معاهم. بقت الـ 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 الاب والام وهم داخلين بابنهم وبنتهم نظرتهم لابني اللي في الدار مش نظره انه ده صعبان عليا، لا نظره انه ده صاحب ابني. يعني ستبقى كلمه السر والمفتاح هي الوعي. بالظبط، الوعي. مفيش كلام. الانسان لما يبقى عنده وعي هيبقى متفاهم اكتر. وعي بالرحمه، وعي بالخير، او وعي بالاهداف النبيله. صحيح. بشكل عام. بالظبط، ده صحيح. يوم بقى اليتيم العربي بيمثل ايه لدار الأورمان؟ خلينا نقول حضرتك ذكرتي في البدايه جامعه الدول ودعم. الحقيقه ما نقدرش ننكر دعم جامعه الدول العربيه من اول ما بدانا يوم اليتيم. فكره انه جامعه الدول العربيه ادتنا الرعايه، واللي احنا كنا بنعمل المؤتمر الصحفي بتاع يوم اليتيم داخل جامعه الدول العربيه، دي طبعا حاجه مش سهله خالص. صحيح. انه بعد سنه او سنتين من ما بدانا اول مؤتمر صحفي تم عمل اجتماع لوزراء التضامن العرب ضمن الاحتفالات او ضمن تجهيزات يوم اليتيم، وتم اصدار قرار انه ده الكلام ده بعد ما كنا بنحتفل بيوم اليتيم على مستوى مصر بس تقريبا 4-5 سنين، وبعد كده بدا خرج من المؤتمر الوزراء التضامن العرب ده قرار ان يتم تعميم فكره يوم اليتيم على مستوى الوطن العربي كله، وانه يتم الاحتفال بيوم اليتيم العربي على مستوى الوطن العربي كله. مش شرط يبقى الجمعه الاولى من ابريل، لان طبعا كل دوله بيبقى ليها المناسبات اللي تخصها، لكن بيبقى في شهر ابريل. وكل دوله بتحتفل بالشكل اللي بيتناسب معاها ومع ظروفها ومع عاداتها ومع تقاليدها وكل حاجه. ده خلى وفود عربيه كتيره جدا بتجيلنا على مدار السنوات اللي فاتت بتشوف المجهود اللي احنا بنعمله، وكان في تبادل للزيارات ما بيننا كجمعيه الاورمان وبين جمعيات اخرى في الوطن العربي. برضو سافرنا دول كتيره جدا، البحرين، الكويت، السعوديه، قطر، الامارات، يعني دول عربيه كتيره جدا.
كنا بنروح لهم وكانوا هم بيجوا لنا. فده كان بسبب دعم جامعة الدول العربية. احنا بنتكلم على 15 سنة يعني مشكورين فيها بجهدكم، بنتكلم على في الأواخر تم الدمج والمشاركة من قبل الدول العربية كلها. الاستعدادات بقى أكيد السنة دي هتبقى مختلفة، هتستعدوا ازاي للاحتفالية السنة دي؟ خلينا نقول احنا الاستعداد بيبتدي معانا من واحد واحد من بداية السنة الجديدة، بداية يعني. السنة، لأنه هو اليوم يعني بيحتاج مجهود كبير، بيحتاج انه ناس كتير قوي تشارك فيه، وبالفعل يعني بقت ناس كتيره جدا خلاص حفظت انه في يوم اليتيم اول جمعه من ابريل، فبقوا احنا بنحتاج مثلا على سبيل المثال ابسط حاجه وجبه الفطار اللي بنقدمها للاطفال، يعني لما تكوني حضرتك بتحتفلي ب 7000 طفل يتيم في مكان معين، انت محتاجه وجبه افطار، محتاجه وجبه غدا، محتاجه عصير، محتاجه ميه. فالحقيقه شركات كتيره جدا جدا وبتزيد سنه عن سنه، يمكن دي من ضمن الصعوبات اللي كانت بتواجهنا برضو في الاول، الدعم المادي او التبرعات. الناس لسه مش مؤمنه بالفكره، لا انا مش يعني لكن دلوقتي لا بقى خلاص يعني معروف اول جمعه من ابريل. في شركات كتيره جدا الحمد لله قدرنا نستكمل محتويات وجبه الافطار، وقدرنا نستكمل وجبه الغداء بتاع للاولاد. مدينة الملاهي اللي هم بيحتفلوا بيها دي بتبقى مفتوحة ليهم من 10 صباحا لغاية 8-9 مساء. بيقضوا يوم جميل جدا. اللي أنا عايز أقوله للناس إنه الناس اللي هي لازالت لسه متشككة في الفكرة أو معترضة على الفكرة، تعال شوف الأطفال معنا، تعال قضي معنا اليوم وشوف الاطفال وشوف سعاده الاطفال. احنا عايزين نقول كمان ان يعني القوات المسلحه المصريه مشكوره، وهي دايما السباقه في كل شيء، والشرطه المصريه فاتحين كل نواديهم بالتعاون مع يعني الاورمان وغيرها في اليوم اليتيم، انه الاطفال يحتفلوا ويحتفلوا متواجدين. احنا بيبقى عندنا احتفالات عامه في محافظات مصر كلها، مش بس عن طريق مكاتبنا، لا ده في مدارس بتعمل احتفالات يوم اليتيم عندها هي داخل المدرسة، في مصانع بتعمل نفس الكلام، في رجال أعمال بيقولوا والله أنا عايز أستضيف النهاردة في المطعم الفلاني 100 طفل يتيم الجمعية دي احتفالا بيهم. بالظبط بالظبط. فبالفعل لا الوضع اتغير جدا جدا عن زمان. الدعوات بتبقى موجهة لأهم يعني أبرز الحضور في الاحتفالية السنة دي هيكون إيه، وخصوصا إن إحنا بنقول بقى يوم اليتيم العربي. تمام تمام. طبعا في وفد من الكويت جاي إن شاء الله يشارك معانا السنة دي، في وفد من البحرين كان موجود بس هو مش هيلحق معانا الاحتفال، كان موجود من يومين، من حوالي اسبوع او 10 ايام، عشان كانوا بيحضروا احتفالات الام المثاليه في مصر. احنا طبعا عايزه بس ااكد انه من ضمن التسهيلات او المساعدات اللي بتقدمها لنا وزاره الداخليه والقوات المسلحه، انا عندي الموسيقى العسكريه، ده شريك رئيسي معايا يمكن من اول يوم، من 15 سنه دايما بيجوا يعملوا العرض بتاعهم ده دايما. وده عرض بيبقى جميل جدا الحقيقه، بيجذب انتباه الاطفال كلهم جدا. عندي بيقدموا في الزفاف الجماعي لجنه حقوق الانسان في وزاره الداخليه، بقى لها اكتر من 4 أو 5 سنوات بتقدم معانا في الزفاف الجماعي هدايا لكل العرايس اللي موجودين معانا في اليوم ده. هو اليوم دايما بيختتم بحفل الزفاف الجماعي. خلينا نتكلم عن الزفاف الجماعي وعدد اللي حضراتكم هتجوزوهم، اعتقد وصل ل 10,000 بنت، صح كده؟ مظبوط. هو احنا السنه دي عملنا مبادره او عملنا حمله كبيره قوي، طبعا بنجهز لها من فتره، بس هي هتنطلق في نفس يوم الاحتفال بتاع يوم اليتيم. مظبوط كده. على ان احنا هنعمل نسهل تزويج 10,000 فتاه يتيمه على مدار السنه. بيبتدي حفلات الزفاف الجماعي من الجمعه، يوم الجمعه اللي جاي هو اول حفل زفاف جماعي. وعاوز اقول انه مكاتبنا في المحافظات، كل مكتب في كل محافظه هو مسؤول عن ان هو يعمل حفل زفاف جماعي لعدد من العرايس اللي متقدموا، بتنطبق عليهم الشروط طبعا. في الغالب بيبقى المحاضر المحافظ بيحضر معانا المكاتب بتاعت دار الاورمان او مؤسسه جمعية الأورمان في كل محافظات مصر. مزبوط. في كل محافظات مصر كم يتيم تقريبا نتاج هذه المحافظات؟ لو قلنا حضرتك، لو احنا قلنا القاهره بس حوالي 7,000، وقلنا زيهم على مستوى المحافظات، يعني تقريبا اليوم كله بيتم الاحتفال ب 15,000 او 20,000. لو فتاه محتاجه
او يتيمه محتاجه تتجهز، هل بتلجا لكم؟ طبعا تتقدم لنا طبعا. تعمل ايه طيب؟ خطوات التقدم او شروط القبول؟ بيجيبوا هي طبعا لازم تبقى بيبقى معاها شهاده وفاه الاب او شهاده تثبت ان الاب عنده مرض غير قادر على ان هو يجهز. بالظبط كده. وبعد كده الموضوع بيمشي سهل جدا وسلس جدا. احنا بنعمل عنها استعلام بالتاكد ان هي بالفعل من الحالات المستحقه، وبنسهل لها كل احتياجاتها، وبتاخد الشيك ليها ب 10,000 جنيه بيساعدها في اتمام احتياجاتها بالكامل. الباقي كله بصفه عامه جمعيه الاورمان بتقدم ايه لليتيم بشكل عام غير في الاحتفاليه بتاعته؟ خلينا نقول انه هي جمعيه الاورمان بدايتنا من سنه 96 كانت فقط لليتيم، كانت فقط دار ايتام بس. يعني يمكن في ناس كتير ما تعرفش، لا ما حد فينا فعلا، انه جمعيه الاورمان بدايتنا كانت هو دار ايتام واحده فقط لا غير في الهرم. بعد كده بدا الموضوع يتوسع معانا، مش بس في عدد دور الايتام قد ما هو كمان في عدد الخدمات اللي بدانا نكتشف المحتاجين. بالظبط اللي بدانا نكتشف ان هي لا، طب انا عندي في مثلا ارامل في المنطقه اللي حواليا، طب ما انا افيد الارامل اللي غارمات. غارمات طبعا 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 غارمات. احنا يعني احنا على استعداد تام لانه لو في اي غارمات موجودين في السجون صحيح. تتراوح الـ 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 الدين بتاعهم بيصل حتى 25,000 جنيه، احنا جاهزين من سياده اللواء كان معانا يمكن من فتره قليله وقال ده حصل صح واكد على الموضوع. طيب احنا اخر حاجه علشان وقت الفقره ونفسنا كنا نتكلم في حاجات اكتر من كده بكتير. جمعيه الاورمان اطلقت مع دار الافتاء المصريه حمله للتعريف والتوعيه بموقف الشرع في كل ما يخص الايتام من فتاوى واحكام. الهدف كان من الحمله دي ايه؟ الهدف من الحمله دي ان انا ازيل اي شكوك في قلب اي شخص انه الطفل مجهول النسب ده هل هو يتعامل زي معامله الطفل اليتيم ولا لا، لانه في ناس بتقول لك ده مجهول النسب. بس هو في الاول ولا في الاخر هو ملهوش اب ملهوش ام. انا عايز اسال سؤال، طب بلاش اديان، يعني انسانيا بالظبط يعني انسانيا بالزبط. انا بتهيألي دي حاجه، انا بحس ان دي حاجه فطريه بديهية يعني دي كومن سنس فعلا، مش بالزبط. مش يعني مش منتظرين كمان يعني انسان مزبوط. هو في الاخر انسان مظبوط. ده بالعكس ده لما يكون مجهول النسب يعني يصعب عليكي اكتر، عنده احتياج اكتر للحنان. يعني يمكن اليتيم بيبقى ممكن يبقى عنده عم عنده خال عنده جد صحيح، لكن مجهول النسب ده ما بيبقاش عنده حد خالص. وبالفعل دار الافتاء افادت بالفتوى دي، وده يمكن طمن ناس كتير قوي لانه الاطفال مجهول النسب هم بالفعل يستحقوا نفس القدر من الرعايه ان لم يكن اكتر. لاحظتي ان في وعي فعلا بدا طبعًا بعد كتير جدا طبعا مفيش شك التوعيه مفيش شك. طيب احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا ونورتينا على هذا اللقاء، استاذه سحر الشربيني المدير التنفيذي لجمعيه الاورمان. ميرسي يا فندم، نورتينا يا فندم، ويعني هنكون معاكم يوم الجمعه ان شاء الله الجايه الاحتفال بيوم اليتيم، وانا يعني بوعدك انا هبقى موجوده ولو احتجتوا اي حاجه طبعا هنكون عند يعني اللي حضرتكم عايزينه كله. مشاهدينا فاصل صغير نرجع لحضرتكم مره ثانيه، استنونا. دايما كده قبل ما تقطع علينا الكاميرا لازم نقعد نسفسف شعرنا كده عشان اخر لحظه المصريين بقى لازم يعني اللي هو لما يبقوا بيزوروا بعض في البيت يقفوا يتكلموا عند باب الشقه، يعني بقى لهم 30 سنه جوه يطلعوا بره يتكلموا عند باب الشقه. المهم احنا دلوقتي في فقره على فكره مهمه جدا هنتكلم فيها عن الاهتمام بصحه الفم والاسنان، ولكن عند الاطفال يمكن احنا طول عمرنا واحنا صغيرين ما كناش بنروح لدكتور الاسنان غير للشديد القوي بقى، يعني سنه بتبتدي تطلع فبتزق السنه الثانيه، او خلاص بقى الضرس مسوس ولازم يتشال كده يعني. لكن الموضوع مش كده، الموضوع ان احنا لا، ده في تخصص لاسنان الاطفال وان احنا لازم نهتم باسنان الاطفال من وهم صغيرين، وده هدف الفقره ان احنا نعرف كل ام ازاي تخلي بالها من اسنان اطفالها، لان التعامل مع الاسنان بالذات بيكون ليه طبيعه خاصه جدا ومختلفه. ضيفتنا في الفقره دي اللي منورانا هي دكتور هند خالد اخصائي طب اسنان الاطفال. اهلا بيكي يا دكتور، منورانا في صباح الورد. ثانك يو. طبعا اهلا بيكي وصباح الخير. طبعا اسنان الاطفال موضوع مهم جدا جدا، يمكن زي ما بقى بتقول في الانترو ما حدش بياخد باله منه قوي. بشكل عام من سن قد ايه ابدا احس ان لازم ابني ابدا اوديه بقى الدكتور بتاع الاسنان؟ اوكي، احنا للاسف في مصر ما عندناش قوي الاويرنس والتوعيه بتاعت اسنان الاطفال. الطفل لما بيتولد على طول بيروح دكتور الاطفال البشري بيتشيك معاه التطعيمات الجدول وكده، بس الاطفال السنين منسيه خالص
وكأن السنان دي يعني مش حاجة مهمة أو يعني عادي مش هيحصل لها حاجة عشان هو بيبي خالص. احنا المفروض الطفل يزور طبيب الأسنان السبيشالست أطفال من سن أول ما يتم سنة. دايما بنقول في اول عيد ميلاد ليه محتاج يروح دكتور السنان. مهم الحاجتين للطفل وللام. مهم للام اول حاجه ان هي بتفهم يعني ايه تسنين، بتفهم ايه هي السنان اللي هتطلع، كام سنه، النورمال بتاعها شكله ايه، الفك عامل ايه. في ولاد ساعات بيكون عندهم حاجه اسمها تانك تاي، ان لسانه لازق في بقه من تحت ومش بيعرف يرضع كويس، او عنده الشفه اللي هي لازقه قوي، عنده الفرينم قصير فمش بيعرف يمص كويس وياكل كويس. ده تخصص اسنان كله يا دكتور؟ يس، كل ده تبع اسنان الاطفال. اوكي، دي معلومه جديده خالص، لان احنا طول الوقت فاهمين ان ده تبع دكتور الاطفال اللي بيتابع البيبي من اول ما هو دكتور اطفال طبعا، وهو بيتشك هيقول الام ده مثلا يعني عنده تانك تاي، ده عنده العيوب اللي ممكن تكون موجوده في اللسان او بتخلي الطفل ما يعرفش يرضع او طبعا كدا. المفروض دكتور الاطفال اوريدي بيكون اخذ باله قبل يعني قبل ما يجينا، بس في امهات يعني بتحس ان ده حاجه مالهاش علاقه بالسنان ودي حاجه هتروح، او اللي هو الولد كده طبيعته. طب غير دكتور هند، غير معلومه انه ممكن الطفل ما يعرفش يرضع، ما هو اي حد هيقول لك ايه، طب ايه اهميه الطفل اجيبه من وهو سنه وكده كده دي اسنان لبنيه هتتبدل. حلو، دي اكتر حاجه فعلا بتسالها اللي هو دي اسنان هتقع كده كده، ليه اصلا احشيهم وليه اصلا ياخد بالي منهم وكل الحاجات دي. اوكي، السنان بتتبدل، انا جايبه معايا موديل كده اي هوب ان هو يقدر يفيد الناس. هي السنان بتتبدل، اوكي ده الفك بتاعنا وباين انه في سنان دايما. ايه الفك الجميل ده؟ سمر مبسوطه بشوت مش الفك المفترس. اوكي، وفي سنان اللي هي البيبي تيث وفيها جوه السنان الدايمه. السنان دي بتتبدل اوقات مختلفه. اول حاجه بتتبدل السنتين اللي تحت، دول بيتبدلوا من اول 5 سنين. اوكي، اب تو اخر حاجه فوق الناب اللي فوق بيتبدل عن 12 سنه. فالناس فاكره ان 6 سنين ده او 5 سنين كل حاجه بتتبدل، لا خالص. فما ينفعش مثلا ولد عنده ضرس مثلا مسوس زي الضرس ده كده وهيتبدل عند 10 سنين وعنده 5 انا ال 10 الخمس سنين الزياده مستحيل هيعيش، هيتكسر اكيد قبل كده، هنضطر نخلعه خالص. فالفكره بتاعت ان كله هيتبدل، لا هو على حسب السنه دي هتتبدل امتى ونوع التسوس اللي فيها واصل لغايه فين، حاجه شعله جدا ولا حاجه واصله للعصب وعملت خراج، كل الحاجات دي فهي مختلفه. بلس ان السنان دي مهم ان الطفل بيمضغ عليها بياكل عليها. في معلومه برضه الناس مش عارفاها، ان اول حاجه في الدايجيشن او اسمها ايه الهضم يعني بتاع الهضم بتاع الاكل بيبتدي في البق، في انزيم اسمه اميليز المضغ الجيد بالظبط بيبتدي موجود في اللعاب بتاع البق. فاول مرحله الهضم بتكون في البق، فلو اوريدي الطفل على طول بيزلط الاكل انه مش عارف يمضغ او ما عندوش دروس خلعنا دروس كتير، فكل ده بيأثر عليه، بتلاقي عنده مشاكل في الجهاز الهضمي، مش بيعرف يمضغ كويس، ضعيف جدا. طب حلها ايه يعني؟ احنا ككبار كادلتس لما السنين الدروس بتنشلها ممكن نحط كراونز، نحط بريدج بالظبط. إيه انما الطفل ده وهو لسه الطفل برده نفس الحاجه. الاطفال يعني مثلا زي هنا مثلا يتحط لهم بريدج وكراون، ليهم كراونز يعني مثلا زي كده، مثلا السنه دي عامله خراج، شايفه الكوره الاحمر الحمراء دي. فسنه زي دي معناها ان احنا محتاج نعمل لها حشو عصب. فمركب حشو عصب بنحط كراون فوق السنه، في كراونز بقى فضي وفي كراونز ابيض معانا صور ليها المفروض اللي هي الليتست ترند يعني خالص. فالاطفال بنقدر نعمل لهم كده، بنقدر نكب لهم كراونز طبعا. ونقدر نشيل الكراون عشان بعد كده السنه تطلع عادي؟ هي السنه اوريدي بتقع يعني زي مثلا كده. السنه الجديده تمسكي بقى السنان دي بشكل واضح كده قدام الكاميرا كده باينه. أيوة. بالظبط كده باينه يعني. مثلا دي سنه، ده ضرس لبني اللي هو فيه اسود ده مسوس. اوكي، وعامل خراج اللي هو الكوره اللي احنا شايفينها تحت دي. لما الضرس زي ده لما باجي اعمل له حشو عصب اوكي وبحط عليه كراون، لما بيجي يتبدل الضرس اللي تحتيه هو بيزقه فبيقع والضرس الجديد بيطلع، فالركب كراون مش بيحتاج ان انا اجي يعني اوريدي كده كده كراون بيقع يعني بيقع بالضرس عادي. الضرس اللبني يعني ينفع اثبت كراون على حاجه لبنيه كده على الضرس اللبني يعني يستحمله. طبعا، لان الضرس اللبني لما بيتعمل فيه حشو عصب بيبقى ضعيف قوي، ات اني بوينت ممكن يتكسر والولد بياكل اي حاجه عاديه، فالكراون افيد. فالكراون لازم اي حاجه يعني الجمعيه الامريكيه لطب اسنان الاطفال بتقول اي ضرس معمول او سنه حتى سنه لبنيه معمول فيها حشو عصب لازم تغطي بالكراون. تمام، ده حتى فضي او مش فضي مش مشكله، بس لازم تتغطى بالكراون للكبار والصغيرين. بالظبط كده. هل الكراون بيحتاج وقت معين ويتغير؟ يعني هل الناس اللي بتركب حتى لو احنا بنتكلم على الادلتس مثلا
في الاطفال لا، يعني يوجوالي ما بيتغيرش الا لو الطفل مثلا، احنا مثلا القرنات البيضاء بنطلب منهم ان هم ما بيبقى عندهم هابتس بتاعت اللي بيكسر المصاصه والحاجات السويتس والحاجات الحاجات الجامده قوي، منتوس والحاجات اللي هي جامده قوي بالبيضه بالظبط. الشوكولاته زمان كورونا فاكره اللي مثلا هو اسمها ايه، روكت فاكره روكت فيها السكر، لا دي مثلا دي تكسر السنين دي تاخد بقى مسنه بالعرق. كانش لسه في مايكرويف على فكره، كنا نحطها في الشمس بقى نحطها في التوستر وتتحرق وتولع الدنيا، بس كانت مزاج ده يعني. ايوه لا كانت مزاج. فسنين زي دي ساعات الضرس ممكن يتكسر لو الهابتس بتاعت الاكل مش عاديه يعني، فممكن بنغير وبنحط واحد تاني، لكن ملهوش عموما بشكل عام، ملهوش افريج من كذا لكذا سنه لازم يتغير. لا 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 خالص مفيش. لا لا. طب السنين اللبنيه نفسها ايه اهميتها اصلا؟ اوكي، مهمه في كذا حاجه. اول حاجه زي ما قلنا موضوع الهضم، ان دي بدايه الهضم بتبتدي في البق، فلازم الطفل يمضغ كويس قوي ويقدر يقطع وياكل ساندويتش ويمضغ لحمه وكل الحاجات دي وكده. تاني حاجه نوايا مهمه لنفسيته، دايما الاطفال في صوره كان معانا لتسوس الرضاعه، اوكي الولد سنينه كلها سوداء، فطفل زي ده لو راح الحضانه من الرضاعه يس من ان يس دي اكتر حاجه مشهوره، ان الطفل بينام ببيبرون فيها لبن او بعصير. طبعا احنا بنتكلم على الرضاعه اللي من الببرونه مش الطبيعيه، حتى الرضاعه الطبيعيه. الطبيعيه الرضاعه الطبيعيه فيها نوع من السكر اسمه لاكتوز، يعني زي ما شايفين الطفل في الصوره دي سنانه اللي فوق مكسوره خالص، متاكله مبروده خالص. فالطفل ده عنده سنتين ونص بعد ما نضفنا السنان رقم ثلاثة. من الصوره في رقم ثلاثة، بصي بقت مفيش خالص بعد ما شلنا التسوس وبعدين ركبنا له الطرابيش البيضاء اللي هي زركونيا. بس اللسع عنده تعبانه. لا هو عشان الطفل ده كان نايم بنج كلي، فاحنا بنبرد السنه ونركب، فكل ده بيبقى البلد والحاجات دي طبيعيه. لكن ده في الاخر فاينل بقى خلاص بعد اسبوع مثلا كل حاجه. لا فطبعا بتفرق يعني قوي الولد ده، عمل هوليوود سمايل بالظبط كده. انا بقول كده دايما انه هوليوود سمايل للاطفال. ايوه لانه حرام ده تسوس الرضاعه اللي كنت بتكلم عليه. بصي السنان سودا ازاي، السنان اللي فوق والدروس. فطفل زي ده لما يروح المدرسه والحضانه، انا بشوف كتير قوي امهات تقول لي انا جايه اصلا عشان الولد نفسيته منهاره تعبانه بيتريقوا عليه في المدرسه. دي صوره ثانيه برده، دي صوره ثانيه برده، التسوس الرضاعه في السنان اللي قدام من تحت دي التسوس من تحت لفوق وفوق الطرابيش البيضاء. طب انا عايزه اسال سؤال بقى، وهي انا عارفه دي حاجه طبعا بتكسفكم جدا كدكاتره، الهوليوود سمايل بقت وباء في الحقيقه منتشر. بصي هو في الاطفال على راي واحده صاحبتي تقول لي ايه عامله زي طقم سنين جدتي، ما يعني بقول اول ماي ريسبكت يعني، بس اللي قصدي فيه الهوليوود سمايل في الاساس المقصود بيها يعني، يمكن السؤال ده جالي من ايه؟ يعني وحضرتك بتستعرضي الحالات، انت جايبه حالات فعلا مرضيه يعني محتاجه بالزبط. محتاجه بالظبط. فبس في ناس بقت تستخدم الهوليوود سمايل كموضه، اللي هو انا عايز اعمل اللوك ده تجميل وابيض بزياده هل هي اصلا المفروض هي اصلا كطبيا معموله عشان الحالات القصوى دي، اللي فعلا انا اسناني بايظه من التدخين من اي حاجه من القهوه من الشاي ولا ان انا اعملها كده وخلاص لا هي اصلا طلعت مينلي للناس اللي عندها مشاكل في المينا بتاعت السنان، حاجه مثلا اسمها امينو جانسنز بيرفكتا، انه السنان اوريدي مثلا بتكون المينا بتاعتها متاكله لونها اصفر اول طبقه متشاله خلاص، فالسنان صفرة جدا صفرة على بني مثلا، او في سنسيتيفيتي، او في ناس عندها سنسيتيفيتي جامده قوي من انه طبقه المينا مش موجوده، هي يعني دي اللي بتحمي السنان. يعني دواعي مرضيه بالفعل بالظبط، او حاجه بسيطه المشكله، بس ان في مصر في ناس اخذتها للاكستريم، وان هي بتحس سنانها بقت لونها التلج بيض عارفه فكرت فدازنت لوك ناتشرال، انا بحس كده يعني فكرتني بعمليات التجميل. اولا السنين الناس كلها بقت شبه بعض في السنين، زي ما من فتره كده عمليات تجميل النوز جاب المناخير كله بقت مناخيره شكلها واحد، الشفايف منفوخه فشكلها واحد، ما ينفعش كده يا جماعه على فكره. بصي انا بحس لا كل واحد مفروض يعمل حاجه اللي بتخلي شكله ناتشرال وحلو اللي لايقه عليه. المفروض لون السنان تكون لون السكليرا اللي هو بياض العين، ده الموست ناتشرال الكالر بتاع كل واحد. اوكي طب انت لو سنانك فاتحه بزياده قوي او غامق بزياده قوي بوث ويز مش هتبقى شكلها حلو. دي معلومه جديده على فكره، يعني انا مثلا لو سناني محتاجه ان انا اعمل الهوليوود سمايل او الفينيرز اروح للدكتور اقول له انا عايزه اللو، يعني هو المفروض ده المفروض الصح يعني. ويصادف بالصدفه ان عينك ساعتها تبقى وجعاكي ومحمره شويه محمره شويه نقلب على بينك لو العينين ملفه بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هنختار انهي لون؟ طيب انا شريره انا شريره انا واخده هو السؤال بقى اللي انا عايزه اساله ليه دكتوره اسنان اطفال؟ يعني ليه مش دكتوره اسنان بشكل عام؟ يعني واحنا صغيرين ماما ما كانش في حاجه اسمها اطفال دي اصلا، على طول توديني عند دكتور اسنان بتاعها عشان
كده في ناس كتير متعقده والله. انا بشوف ناس كبيره وبييجوا مثلا ماما الطفل عندي تقول لي بصي انا هقعد على الكرسي وفي الاوضه اللي فيها الستيكرز وفيها الوال بيبر وكده وبليز عامليني معامله ان انا بيبي. يعني انت تقدري تعالجي ادلتس؟ يس، بس انا ميلي انا اي ديد ماي الماسترز بتاعتي في اطفال اسنان وعملت امريكان بورد، يعني كل حياتي اسنان اطفال، فما بقتش بشتغل قوي كبار. بس قصدي الفكره ايه، ان دايما الطفل هو اللي انت بتحطيه فيه من هو صغير بيفضل فيه فور ايفر. فالاطفال اللي هم بيجوا اول زياره حابب الدكتور واوريدي جاي ومبسوط واخد ريورد، يعني مثلا الاطفال اللي بديهم مثلا شهاده عليها اسمه وان هو كان بريف وانه كان شاطر، فبيروحوا البيت انا حطيتها في اوضتي انا وريتها للتيتشر بتاعتي، فكل ده بيشجع الطفل قوي على انا اتحرمت من كل الحاجات دي. أيوة. اعمل ايه؟ وبياخد مثلا جيف اويز مثلا بالظبط، بازل ستيكرز حاجات، فبيبقوا فيري اكسايتد. يعني مثلا بيجوا المره الجايه مامته مثلا تقول لي هو جاي النهارده عشان ياخد السيرتيفيكت، هو شايف البيج مثلا فشايف اصحابه في المدرسه الدكاتره بيلطشوا بالاقلام وانت قاعده يا ولد. ايوه كده موضوع اللي هو التكتيف وال طبعا يعني صح، ويقعد يعيط ويفرط. لانه هيجي مره واحده مش هيجي المره الجايه، يعني انت لو كتفتيه وغصبتيه صح نو واي بقى تاني. يعني عندي سؤال مهم جدا، ويقال ان التسوس سببه حاجه وراثيه في العيله لكن مش اهمال في السنان، ده صح؟ يعني جزئيا ممكن يكون كده، بس هو يعني ساعات مثلا بيجي ولاد زي الصوره اللي هو كل سنه مسوسه، مامته تقول لي اصل مامته اصل انا كنت كده وانا صغيره. لا هو مش للدرجه دي، هو انا ممكن اكون عندي يعني بوتنشال ان انا اسوس اكتر من حد تاني اسرع، لكن ده مش معناه ان انا سنين كلها هتوصل. لا محتاجه حاجه اصلا، ده عادي لا خالص. او بيكون ساعات ان في عيب خلقي في المينا بتاعت السنان في شكل السنان، دي الحاجات الجيناتيك اكتر، دي الجيناتيك اللي هي مولود بيها كده كده بالظبط. لكن ان هو سنه تسوس مثلا لا، اكتر حاجه برضو بشوفها الناس اللي هي بتقول اصل انا ابني عنده نقص في الكالسيوم فسنه مسوسه. لا ملهاش علاقه، ملهاش علاقه خالص. نقص في الكالسيوم بيبان الاول في عظم الطفل، يعني تلاقيه انه مثلا رجليه مقوسه بيتكسر بسرعه، بيبان اكتر اول لكن حاجه في العظم. لا علاقه خالص للكالسيوم بالسنان عامه؟ لا ليها علاقه، بس قصدي ايه ما ينفعش تكون سنه مسوسه كلها وعظمه فله وعمل تحاليل ما عندوش اي نقص في اي حاجه وتقولي الكالسيوم قليل انا بديله كالسيوم. لا يعني كالسيوم هيبان مشكلته قبل كده في العظم قبل ما يبان في السنان، فاهمة قصدي؟ اوكي. فالغسيل مهمة جدا، وان واحد يعمل فلوسنج اللي هو الخيط الطبي بين السنان، كل دي ده اساس. يعني ازاي اعمل فلوسنج وانا مركبة بريدج؟ يعني البريدج بيبقى البريدج بيبقى ليه فلوس معينة، فلوس اسمها فلوس ترادر معينة بتخش من تحت الكوبري اللي هي السوبر فلوس دي. يس، بس انواع مختلفة، بس هي دي المفروض ان هي بتنظف من تحت الكوبري لان الكوبري تحتيه فاضي، الحته الفاضيه بالظبط، في حته فاضيه ده حقيقي. فهي دي بتنظف اللثه من تحت عشان ما فيش اكل يتجمع او كده. انا مره لقيت يافطه العياده الدكتور تخصصه لثه فقط، هل في حاجه كده؟ اللي هو الباريو اللي هو متخصص علاج اللثه وكده. يس، الجام ديزيزز والحاجات دي يعني وكدا. في فعلا جام ديزيزز بس يس. طب دلوقتي المفروض بقى يبقى في حاجه اسمها سبيشاليتي ان انا اسنان اطفال ان انا جراحه ان انا، بس انا لو رحت لدكتور سنان عادي يقدر يعالج لي اللثه ولا لازم اروح بقى المفروض تروحي للسبيشالست، او لو هو مثلا دكتور المفروض بيكون عنده ناس بتيجي مثلا سبيشالتي كذا الحاجات دي. فيعني دلوقتي ما بقاش في يعني المفروض اللي هو ان وان مان شو بتاع كله يعني. اللي هو الوان مان شو ده بس دي انا شفتها يعني شفتها وانس كده، دي مش منتشره اصلا دكتور اللثه ده في مصر مش كده؟ لا لا لو لاي عياده بيكون في حد المفروض يعني مثلا ده دكتور متخصص اللثه متخصص تركيبات يعني متخصص اي سنتر اسنان في بقى التخصصات بالظبط كده بالظبط كده بالظبط كده. طيب احنا عايزين بقى نصائح عامه اخيره تيبس كده لكل ام عشان طفلها تحافظ على صحه اسنان. طيب اوكي، اول حاجه ان الطفل المفروض يزور طبيب الاسنان وهو عنده سنه، ومفروض اول ما يطلع له سنين افريج اول سنه بتطلع اراوند 5 شهور مثلا سنتين اللي تحت اوكي. والمفروض ان كل في الفرش بتتباع دلوقتي مثلا اي نوع فرش المهم تكون سوفت بمكتوب عليها العمر بتاع الطفل، يعني مثلا دي مكتوب عليها من 2 ل 4 دي مكتوب عليها من 3 ل 5، ففي فرش مكتوب عليها من اول 4 شهور اوكي. فالمفروض ان انت بتجيبيها للطفل وبتغسلي بيها سنانه اوكي. لغايه سنتين ممكن ما نستعملش معجون خالص، من اول 3 سنين ممكن نستعمل معجون اللي هو بتاع الاطفال اللي هو فيه فلورايد اقل من العادي، ولازم يكون فيه فلورايد. في ناس بتقول لا الفلورايد مش مهم، لا هو مهم جدا. بنستحط حته قد الرزايه اوكي، اول 4 سنين فما فوق بنحط حته ممكن قد الفوله للطفل، ولازم يتعلم ان هو بيتف حتى لو بلعها لغايه 6 سنين مفيش مشكله. ايه تاني؟ الامهات لازم يغسل قبل ما ينام، دي اهم وقت لان بلي التسوس بيزيد اكتر، اللعاب بيكون اقل، والطفل بينام فترات طويله، فلو في اي اكل او اي حاجات فيها سكر في بقه بيسوس اسرع.
ما نقعدش نرهب الاطفال ونقعد نروح. دايما بشوفها في العياده الولد قاعد فله وجميل وكل حاجه، ومامته تيجي تقول له ما تخافش انت مش هتاخد حقنه، الحقنه مش هتوجعك. فبليز ما تقوليش اي كلمات مخيفه للطفل وهو في العياده، سيبي الدكتور هو عارف يتعامل معاه المختص في الاطفال. لان الطفل بيكوبي من امه اي حاجه هي بتعملها وبتقولها، لو هي شايفه ان انت قلقانه هيبقى الاحساس ده بيوصل له هو كمان. بالظبط كده بيتوتر، يعني مثلا ما تخافش، يعني بلاش نذكر اي كلمات فيها خوف وهو عند الدكتور. نحاول نشجع الطفل نبقى احنا موديل ليه، نفرجه على فيديوز مثلا الناس بتغسل سنانها، يبقى الموضوع فن، ما يبقاش لازم تغسل سنانك وعقاب وخناق وكده. وان لازم نزور طبيب الاسنان كل 6 شهور منعا ان احنا نوصل للمشاكل اللي احنا شفناها، تسوس الرضاعه والحاجات دي. ثقافه نتمنى ان هي تطبق عندنا، الطفل من سنه يبدا يروح لدكتور اطفال اسنان، يعني مش اي دكتور اسنان، لا تخصص اطفال. دكتوره هند خالد اخصائي طب الاسنان الاطفال نورتينا وشرفتينا، صباح الورد. ثانك يو، ميرسي. نورتينا، صباحك صباح الورد. ومشاهدينا نسيبكم مع فاصل ونرجع بقى عشان نشوف موضوع كبير قوي اسمه توارد الخواطر او التليباثي، علمي ولا مش علمي ولا ايه القصه، هنعرفها بعد الفاصل. حبيبي والله. مشاهدينا بنرحب بحضراتكم في اخر فقراتنا النهارده، هنتكلم فيها موضوع مهم جدا زي ما قلنا. يا جماعه بصوا الموضوع بيخض اصلا، توارد الخواطر وانتقال الافكار من شخص لشخص التاني، ده ازاي بيحصل؟ احنا هنشوف دلوقتي. يعني ايه لما تشوف حد وتحس انك مثلا بتقرا افكاره او بتفهم، زي الناس كده تقول لك انا بفهم في لغه العيون، هل الكلام ده صح ولا لا؟ هل فعلا لما بتشوف مجموعه من الناس تقدر تحكم عليهم او على كم شخص منهم بعدم ارتياح مثلا، او بالعكس ممكن ترتاح لحد جدا من مجرد النظر، انت ممكن تكون لسه ما كلمتوش مع بعض؟ كل ده هنعرفه النهارده، هل دي ظاهره علميه ولا لا؟ هل هي اكتسب ولا لا؟ هنتكلم بشكل مفصل مع ضيفتنا الجميله دكتوره رشا الجندي، استاذه علم النفس والخبيره النفسيه. اهلا بك يا دكتور. صباح الفل. دكتور يعني علم يعني تخصص، خلينا في الاول نتكلم يعني ايه توارد خواطر، يعني ايه بتنقلي افكارك لحد، او في توارد افكار، او اللي هو زي ما بيقولوا التواصل الروحاني. هو في ايه الفرق ما بين الثلاث حاجات دول، وهل هو اصلا ده دي حاجه فعلا موجوده حقيقيه علميه ولا لا؟ بصي هو هي كل حاجه في دول حاجه لوحدها. يعني التلباثي اللي كنا بنتكلم فيها في الفاصل اللي هو الانجليش بتاعها تلباثي، هي بالعربي اسمها بالعربي بقى اللي هي انتقال الافكار والمشاعر. يعني لو انت انا بحبك، شرح مفصل. لو انا بحبك وانت مسافره او بعيده عني، انا لو بحبك قوي هقدر انقل لك الفكره دي وانقل لك مشاعري. وعشان كده بتلاقي نفسك مرات ان انت مثلا في شغلك وفجاه يجي على شعورك او احساسك حد بطريقة رهيبة، اللي هو لازم تكلميه، اللي هو ايه ده، بسم الله الرحمن، اللي هو ما كانش على بالك اصلا، مش موضوع عقل باطن. بس انا كنت مرة قريت في الموضوع ده بيقولك علشان الشخص يستقبل لازم يكون مستعد انه يستقبل. يعني زي ما انت قاعدة معانا على الهواء دلوقتي وفي حد بيحبك قوي، لو انت كرشا مشغولة في حاجة تانية مش هتستقبلي المشاعر دي. هل ده صح؟ لا، دي فيها ارسال، ويعني ممكن ترسلي وممكن تستقبلي. هتستقبلي بس مش شرط ان انت تكوني بتحبيه عشان تستقبلي. يعني مش شرط الحب يكون من الطرفين. لو الحب كان من الطرفين هيكون انتقال الافكار والمشاعر أسرع. ده نسبته عاليه. هيكون يعني نسبته عاليه، ان نسبه نجاحه عاليه. لكن لو كان من طرف واحد، يعني انت مثلا مهمله حد او هو مش في دماغك، هو يقدر ان هو ينقل لك شعوره او ينقل لك افكاره لو هو ركز معاكي قوي وعمل الخطوات بتاعتها. ويحصل ايه بعد كده بقى يا رشا؟ عشان بس لما حد يركز ابقى عامله احتياطاتي. ما تبقناش على كده. اصل هي ايه الموضوع العلمي بتاعها؟ هي الارض اصلا عباره عن حديد منصهر حواليه موجات كهرومغناطيسيه. الجسم بتاعنا كمان بيعيش، يعني الجو اللي حوالينا كله الموجات دي، والجسم كمان بتاعنا بيصدرها، بيطلع موجات ويستقبل موجات اخرى. ايوه بالظبط. علشان كده في حد احنا بنقولها، يعني مثلا في حياتنا ايه لما راجل وست، تقولي ده في كيمياء ما بينهم. احنا بالزبط. بنقولها باللغه الدارجه بتاعتنا كيمياء. صحيح. هي لا، هي الموجات بتاعتهم مناسبه في اتجاه بعض.
يعني. وكمان لما بتروحي مكان ممكن ترتاحي نفسيا لمكان. صحيح. ممكن انت دلوقتي عامله الكرسي في الاتجاه ده او سرير اوضه نومك في اتجاه معين تكوني مرتاحه فيه نفسيا، لو غيرتيه في اتجاه تاني ما ترتاحيش، ما تعرفيش تنامي مثلا، علشان الموجات الكهرومغناطيسيه هنا مش راكبه، اللي طالعه منك مش راكبه مع اللي يعني في الجو. يعني فعلا يا دكتور في الناحيه دي ممكن تشوفي حد ومن المره الاولى كده ما ترتاحلهوش، ده بيبقى كلام صح ولا ده يقول لك لا ما تحكمش على حد وانت مش عارفه؟ ما هو طبعا بصي، هو اي انسان في الدنيا حتى لو انتوا كميتكم مش راكبه على بعض والحاجات دي، احنا انت لازم تتعامل معاه. انا مش بكلمك في شعور حبه او ما تحبوش، بس انت لازم تتعامل معاه. في ناس ما بيرتاحوش لبعض، الموجات بتاعتهم مش متقاربه، نقول نيجاتيف مع نيجاتيف فبيعملوا مثلا، بس ده مش معناه ان انا مش هتعامل معاه. توارد الخواطر او توارد الخواطر او اللي احنا بنتكلم فيه موضوعنا تحديدا اللي هو توارد الافكار، انتقال الافكار، ان انا انقلك وانت بعيده. طيب انا هنقلك افكار بيتهيألي يعني اتجوز بتروح جوز بوث واي، بتروح في الاتجاهين يعني، سواء بحبك او بكرهك يعني. ممكن برضو اوصل لك افكار في ناس تستخدمها ان هي تضر، يعني مش تضر، اللي هو حاجات تنقلك حاجات سلبيه. علشان كده لما بيكون حد ما بيحبناش الناس بقى اللي هي عندها شفافيه عاليه بتحس بده. تعالي لي بقى حتتي دي في لعبتي، فلان ده او فلانه دي لا، في جواهم حاجه ليكي، لان الطاقه بتاعتهم ليكي هي طاقه سلبيه فاتنقلت عن طريق الموجات الكهرومغناطيسيه ليكي، فانت حسيتي. سؤال صريح وواضح، وشفتي انا تلميذه عسوله وبرفع ايدي، عارفه ان انا في محاضره. الشفافيه هي مكتسبه ولا حاجه بتبقى في البني ادم كده بتاعت ربنا؟ بصي، هم لما درسوا الموضوع ده العلماء قالوا لك لا، هي فطريه، يعني هي الواحد مولود بيها بتاعت ربنا، وما ينفعش ان انت تكتسبيها، ما ينفعش اقعد ادربك عليها. هم بيقولوا ده، بس في كتب كتير فيها تمرينات علشان تكتسبي المهاره دي. بيعتبروها مهاره من المهارات البشريه. كده ان انا بشوف، احنا دايما بتوع علم النفس بنشوف بقى ايه، ان اي حاجه في الدنيا اقدر ادرب الانسان عليها، واي حاجه في الدنيا حتى لو انت مولوده بيها واهملتيها وما اتمرنتيش على استخدامها بتضيع، ممكن تروح منك. صحيح صحيح. فان انت يبقى عندك شفافيه، انت ممكن توصلي للمرحله دي بحاجات كتيره، غير كمان التمرينات، ان انت نقاء النفس، الانسان ما يحقدش ما يغلش، الحاجات بقى اللي بنقعد نعلمها دايما النفوس، ندرب عليها النفوس. طب عايزين نقول للمشاهدين بقى على بعض التمرينات اللي ممكن نعملها. طبعا بعد ما ناكد عليهم يا جماعه ما تغلوش وما تنفسنوش عشان لو حصل كده مفيش شفافيه اصلا. عشان تصدقوا نفسكم مبدئيا، يعني صفوا النيه الاول وبعدين نبتدي نقول التمرينات دي، صح؟ يعني ستيب 1 عاوزه بتاع انتقال الخواطر والافكار والمشاعر وكده. بصي، هم قالوا لك اهم حاجه في الموضوع ده ان انت تهيئي جو حواليكي ما فيهوش اي حاجه تعرقلك، كانك يعني ايه بتعملي استجمام لنفسك. طب ازاي؟ والله ازاي ازاي؟ والله بجد بيقول لك اقعدي مثلا على كرسي او سرير مريح وغمضي عينيكي، عارفه التخيل. طب وبعد بقى الفكره ساشا عايزه ادخل في الصميم، انا عايزه احذف الفكره. الانسان بتستحضري صورته. اوكي، بس خدي بالك ده مش سهل، احنا بنقوله كده كلام سهل، بس الناس اللي بتمارسه ده بيستخدموه في وقت علاج كمان، امراض كمان. يعني انت بتطلعي من كل احساسك وتفكيرك اي حاجه في الدنيا، اي حاجه، يعني لدرجه ان انت لو فكرتي في اي حاجه جت على بالك غير الشخص اللي انت عاوزه ترسلي له الرساله بتاعتك، كده معناه ان التمرين باظ. فتخيلي ده، احنا حتى في الصلاه بيجي على بالنا افكار تانية في عز ما احنا، فان انت توصلي لمرحله ان انت تشيلي كل حاجه من دماغك خالص، تاخدي فعلا نفس وتستحضري الانسان، تستحضري صورته في خيالك، في عقلك الباطن وفي خيالك، وتستحضريه وكانه واقف قدامك حقيقه، وتقولي له اللي انت عاوزه تقوليه له. تمام. وبيقول لك كمان حاجه، اسمحي لي سمر، بيقول لك كمان بتبقى لو عملتي ده بالليل
مش شرط يعني في الوقت اللي هو الانسان فيه نايم تمام. اللي انت عايزه تبعتي له الرساله علشان هو ما بيبقاش مسيطر، بيبقى عقله اللاواعي هو اللي شغال، ما بيعملش كنترول على نفسه، فيبقى سهل ان هو يستقبل طيب رسائل. انا همشي في نفس الخطوات وفي حاله ان انا استحضرت هذا الانسان عشان وتمام وبعت الرساله انا عايزه ابعتها، ايه المفروض رد الفعل اللي يجي لي عشان افهم ان كده الموضوع تم؟ لا ما هو بقى حسب الرساله، ما هو على حسب الرساله. افرضنا انت عاوزه تقولي لحد ان انت بتحبيه، بس طب هو هيرد عليا بقى هو مش حاسس ناحيتك بالمشاعر دي، هو مش حاسس، ممكن يجي لك في الحلم. مش احنا بنشوف ده بيحصل، ان مرات ناس بيجوا لنا في احلامنا ويقولوا لنا حاجات او نشوفهم بصوره معينه، مش ده وارد ان انا كنت بفكر فيه في اوريدي كده كده عقلي ده بقى. ما هو بصي بقى، ما هو ده الفرق ما بين ان الحاجه تبقى عقل باطن وما بين اللي احنا بنقوله ده. اللي احنا بنقوله ده في الكلام كده سهل، لكن لو جيتي تطبقيه فعلا لا مش سهل خالص ان انت تستحضري انسان في خيالك لدرجه ان انت ما تفكريش او تشيلي من دماغك اي حاجه تانية وتبعتي له الرساله والحاجات اللي احنا قلناها دي. مش سهل، واكيد الموضوع بياخد وقت كمان كبير. لما بنيجي نقول والتكرار، لما بنيجي نقول اوبسيشن او سيطره فكريه، في احيانا بيبقى زي ما بيقول لك في فكره مسيطره علي، احيانا بيبقى في شخص مسيطر على تفكيرك، يعني هو انت خلاص ما بتشوفيهوش وما بتتقابلوش، بس الشخص ده مثلا على طول بيجي على بالك، على طول بيجي على بالك، ده معناه ان هو عمال طول الوقت يفكر فيكي؟ لا، ممكن يبقى ضعف منك. مش شرط. اصل بصي، اللي بيبعت لك رساله عن طريق الانتقال الافكار ده زي ما قلت لك كده، انت قاعده عادي وفجاه بيجي في وجدانك شعور ان انت يعني جه على بالك حد مثلا، اللي هو انت هو اصلا ما كانش على تفكيرك بطريقه رهيبه، ان لدرجه ان انت لا بتحسي بيه. عارفه يعني بيقولوها في الافلام كده، ايه ده انا قلبي مقبوض على فلان. عارفه ازاي هي بتجيلك كده لو هي رساله انتقال خواطر، لكن لو انت اوريدي جواكي يعني مشاعر حلوه لحد. هل شرط انتقال الخواطر ده يكون شخص انا بقالي فتره ما بفكرش فيه عشان ابقى عارفه الفرق ما بين ده وما بين الاوبسيشن؟ لا، لو انت مستقبله يعني شخص مش على بالك خالص ويظهر فجاه، وفجاه مثلا تحسي بيه بطريقه وجدانيه مش طبيعيه، طريقه وجدانيه تسيطر عليكي وهو مش في بالك، مش جواكي، مش اوريدي انت بتحبيه وبتفكري فيه طول الوقت، وفجاه مثلا تحسي بيه بالدرجه دي، فممكن مثلا تلاقيه بيرن الجرس مثلا او بيتصل وهو لسه جاي على بالك، او حد هو ده بقى قدامك مثلا. بس انت لازم وجدانيا تكوني يعني تتلهفي عليه جامد. على فكره انا بيحصل معايا الحاجات دي من غير ما متلهف كده، عشان يعني عشان على حقيقي كمستقبل ولا كمرسل؟ لا يعني مثلا ابقى بفكر في حد، او زي مثلا لسه عايزه ابعت لحد حاجه او اكلمها او اعمل او اكلمه ايا كان بيحصل مع عدد من الاشخاص عندي، يعني الاقيهم فجاه هم اللي بيبادروا بيتصلوا وبيبعتوا لي نفس الكلام اللي انا كنت هبعته اصلا. ده حتى بتلاقي، بس ده بقى معناه ان انتوا الاثنين جواكم نفس الشعور، انت مثلا وصاحبتك او انا اختي مثلا، حتى مثلا تلاقيني بغني اغنيه في سري فتلاقي مثلا اختك او صاحبتك قالتها بصوت عالي، ده بقى اللي هو توارد الافكار، عشان اوريدي الارواح بتتلاقى. يعني حتى الرسول عليه الصلاه والسلام في معنى الحديث الارواح جنود مجنده، صحيح. فيها اللي بيتلاقى وفيها اللي بيتنافر، فانت اوريدي انتوا بينكم تلاقي. طبعا. انا عايزه اقول حاجه مهمه يا دكتور رشا جدا في الموضوع ده، ارجوكي زي التوأم مثلا. عايزه اقول يا جماعه خلي بالكم عشان الستات بشكل عام كده عندهم الحاسه السادسه وعندهم ايه بقى فرق، ايوه عندهم التلقي بقى وتلقي خواطر وتلقي افكار وتلقي كل حاجه، هتلاقوا كل حاجه وبنفهم وبنحس وبالنظره كده بنعرف كل الموضوع. يعني نورتينا وشرفتينا دكتوره رشا، الموضوع انا نفسي عايزه اقعد كتير حلقات فيه عشان افهم اكتر. بنورك. بس قبل ما انام مع الناس، معلش اسمحوا لي، الحاسه السادسه غير غير انتقال الافكار. أيوة. حاسه السادسه انت بتحسي بحاجه قبل ما تحصل. ايوه انت بتحسيها ان هي هتحصل. انتقال الافكار لا، انت انسانه بعيده عني وانا هوصل لك شعور او فكره. ممكن طبعاً نتكلم عنه بالتفصيل، يا ريت نتكلم بجد فيه الاسبوع الجاي، ونتكلم كمان فيه بشكل اكتر فعلا هل السيدات عندهم الموضوع ده بيبقى بنسبه اكتر من الرجاله ولا لا. ده موجود في الحيوانات كمان. يبقى لازم حلقات متتاليه نعمل عنه كده كذا حلقه نعرف عنه اكتر. دكتوره رشا الجندي استاذ علم النفس والخبيره النفسيه، نورتينا وشرفتينا. نورك يا سمر. نشكرك شكرا جزيلا. صباحك صباح الورد مشاهدينا. صباح الورد يا سمر. صباح النور يا مشاهدينا. احنا بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، يومنا لسه بيبتدي، صباحكم صباح الورد.